مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناة الأهلي واستاذكم استاد الأهلي. استاد الأهلي النهاردة إن شاء الله محور الحديث فيه عن مباراة الأهلي ووادي دجلة غدا إن شاء الله في الجولة 32 من الدوري العام. قبل ما ندخل في أجواء هذا اللقاء عايز أطمن كل عشاق ومحبي الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب الأسطورة، أسطورة كرة القدم المصرية قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي، عايز أطمن كل محبيه وعاشقيه أن الكابتن محمود الخطيب الحمد لله النهاردة اجتاز العملية الجراحية الصعبة جدا جدا في العمود الفقري، والحمد لله كل الناس طمنتنا عليه. وأقول لكم كمان بالتفصيل اللي حصل النهاردة، أن الكابتن محمود الخطيب عمل عمليته بنجاح حسب تقرير أو حسب كلام البروفيسور الألماني ماير الطبيب المشرف على جراحة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب. والحمد لله كابتن محمود الخطيب هيغادر المستشفى خلال 48 ساعة بعد الإفاقة ومتابعة الطبيب، حيث من المقرر إقامة رئيس النادي بأحد الفنادق لمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الخضوع للكشف من جديد عن طريق الطبيب الألماني ماير، على أن يتوجه الكابتن محمود الخطيب بعد ذلك إلى أبو ظبي لتنفيذ برنامجه العلاجي قبل العودة إن شاء الله سالم إلى القاهرة. ده كان أول خبر وأهم خبر النهاردة عندنا، الحالة المطمئنة للكابتن محمود الخطيب. بكلمكم عن الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي، يعني الكلام لكل محبيه وعاشقيه وجماهيره في كل مكان أينما كانوا، قبل الكلام المخصص لجماهير النادي الأهلي اللي أكيد كلهم قلقانين على هذا النجم وهذا الأسطورة الكبير جدا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. أيضا السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق حرص على الاطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بعد إجراء العملية الجراحية صباح اليوم والاطمئنان على حالته الصحية. قال العمري فاروق أن حالة الكابتن محمود الخطيب مطمئنة للغاية وأنه تخلص من تأثير المخدر، وأن الطبيب الألماني ماير سوف يحدد برنامجه العلاجي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، أن هو هيقعد 10 أيام وإن شاء الله بعد كده هيتوجه لأبو ظبي للبرنامج العلاجي أو تنفيذ برنامجه العلاجي. كابتن الخطيب أسطورة كبيرة زي ما قلت لحضراتكم، كل الناس مهتمة بصحته، شفنا قبل ما يسافر كان قد إيه متأثر بهذا التعب الشديد في ظهره، وكنا شفنا الحفلة اللي عملها كابتن محمود الخطيب لتكريم الرموز وكان قد إيه متأثر وما كانش قادر يقف طول اللقاء. فان شاء الله ان شاء الله يرجع سالم باذن الله لكل محبيه قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي. ده قدام حضراتكم طبعا الكابتن محمود الخطيب وصور ارشيفيه لهذا النجم وهذه الاسطوره الكبيره في عالم الساحره المصديره المصريه والعربيه والافريقيه ايضا كمان. هنطلع بره هذا الخبر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع بالسلامه الكابتن محمود الخطيب وينور بلده وينور النادي الاهلي. كابتن حسام بدري بيختار 19 لاعب لمباراه وادي دجله، في حراس المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي، في الدفاع محمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وصبري الرحيل وباسم علي ومحمود الجزار، في الوسط عمرو السوليه هشام محمد واحمد حمدي وميدو جابر وجونيور اجاييه وحسام غالي واسلام محارب وليد سليمان محمد شريف، وفي الهجوم وليد ازارو النجم العائد معاه مروان محسن نجم الاهلي ونجم منتخب مصر. ايضا الكابتن حسام بدري عقد محاضره فنيه قبل المران، كابتن حسام بدري المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره فنيه بالفيديو للاعبين كالعاده، كابتن حسام معود اللعيبه ان هو يقعد معاهم قبل اي مران قبل المباراه اللي هيلعبوها وبيعرفهم بالفيديو اي فريق هيلعبوه، دجله الاسماعيلي الزمالك ايا كان هو مين، بيقعد بالفيديو يقول لهم نقاط الضعف ونقاط القوه ومن فين هنلعب ومن فين هنخترق ومن فين هنقف ومن فين هندافع، واهم اللعيبه عندهم واهم مفاتيح اللعيبه عند الفرق المنافسه واهم مفاتيح اللعيبه عند النادي الاهلي، بيتكلم بصفه عامه في اللقاء قبل ما يتكلم في المحاضره الفنيه قبل المباراه مباشره. عشان كده طيب ناخد نجمنا محمد سعيد مراسلنا قناة النادي الأهلي. محمد سعيد أهلا بيك. أهلا بيك كابتن ميدو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. أنت مجهد من التمرين ولا إيه؟ الجو حر. لا شكلك باين عليك يا محمد مجهد. يعني الجو حر وحتى المواعيد التدريبات خلاص ابتدت يعني بتتغير معادها، الأول كانت 3:30 4 النهارده كان التمرين بدأ 5. الصيف داخل بدري قوي يا كابتن ميدو. يعني الله يكون في عون اللعيبة بقى محمد. الله يكون في عونهم، والجهاز الفني عشان كده ابتدى حد يحدد مواعيد التدريبات متاخره شويه، يعني حتى بيبقى درجه الحراره
الصف الساعه 9 او 10 تبقى حوالي 23 34 درجه مئويه، فبتاثر كتير على الناحيه البدنيه للعيبه، فالجهاز الفني حتى في المساء بيأخر ميعاد التمرين لبعد غروب الشمس الساعه 5. طيب تعالى نتكلم بقى في التدريب، الحاله الفنيه للعيبه النهارده، ونتكلم في الفنيات اللي شافها او شفتها النهارده مع الكابتن حسام بدري في قلب الملعب، كانت ايه يا سعيد؟ وطمنا على اللعيبه المصابه، واتكلم يعني بصفه عامه عن التدريب من وجهه نظرك. اولا يمكن التدريب النهارده ليله المباراه فتمرين خفيف، يعني الناحيه البدنيه فيه كانت خفيفه شويه، يمكن أكيد. التمرين كله بالنواحي الفنيه والتخصصيه اللي شهدت بيها المران ما استمرش اكثر من حوالي ساعه و10 دقائق. تمام. المران البدني كان الجزء الاول من المران، ويمكن استغرق حوالي 25 ل 30 دقيقه، واشتمل على فقرات كثيره من الناحيه البدنيه، ما كانش جري حول الملعب بس، لكن كان في بعض تدريبات الاستشفاء الخاصه بجري اللعيبه، خاصه المجموعه الاساسيه. يمكن الجهاز الفني بيتعامل مع الفريق بنواحي بدنيه مختلفه، لان في مجموعه بتبقى اساسيه، في مجموعه بتبقى بعيده عن المشاركه في المباريات، فبالتالي بيظبط معدلات اللياقه البدنيه، وده من خلال دكتور انيس الشعلاني والكابتن محمد ابو العيله. تمام. بعدها كان في مران فني، المران الفني كان في كل اللعيبه شاركت فيه ما عدا المصابين، والمصابين صلاح محسن وعلي معلول، لكن حسام عاشور اجهاد خفيف فجري حول الملعب، كان لوحده تدريب منفرد. كان في برضه تدريب خفيف لمحمد نجيب، لكن داخل طالب الجيم، نجيب ما نزلش النهارده ارض الملعب خالص، عنده اجهاد عام، عنده اجهاد عام، فالجهاز الفني فضل راحته في المباريات خلال الفتره الحاليه. تمام. بدءا من مباراه دجله باذن الله اللي هي القادمه، حتى هو مش في قائمه المباراه. تمام. لكن بخلاف ذلك كل اللعيبه كانت موجوده في التمرين، حتى يعني لم يحالفهم الحظ في الانضمام لقائمه مباراه الغد، كل كان موجود، احمد حمودي، احمد فتحي، محمد الشناوي، حتى اللي خارج قائمه مباراه الغد كان في تدريب ليه خاص مع الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس. لكن النهارده يعني انا شفت في التمرين مثلا مجموعه كبيره جدا ما بين ميكس، يعني عدد من اللاعبين، مثلا لو لقيت مروان محسن مع وليد ازارو، على الجهه المقابله بتشوف اجاي مع احمد ياسر ريان، فكابتن حسام بيعمل ميكس في التشكيله الاساسيه او تشكيله البدلاء اللي بتبقى فيها مران جماعي في التقسيمه الفنيه، وبتبقى مساحه الملعب بعد نص الملعب حتى الجزء الاخير من الملعب بتبقى مساحه ضيقه لاكثر عدد من اللاعبين، عشان بيدي فرصه يكون في سرعات ويكون في اداء سريع في التمرير والتسديد، ويكون في مران حماسي للاعبين في الجزء الاخير من المران. تمام. الجزء التخصصي يا كابتن ميدو اللي ختم بيه التمرين كان جزء عباره عن تسديد على المرمى من مسافات بعيده، يعني النهارده ما كانش فيه كرات ثابته فقط، لكن كان تسديد على المرمى من مسافات بعيده، ويمكن اكثر من لاعب، يعني انا شفت حوالي من 7 إلى 8 لاعبين شاركوا في التسديد على مسافات بعيده خلال التمرين الاخيره، وكان اكثر على شريف اكرامي وكان على علي لطفي، لان التقسيمه الجماعيه بالكامل كان بيشارك فيها شريف اكرامي وعلي لطفي، لكن تمام. محمد الشناوي كان تدريب تخصصي مع الكابتن طارق سليمان. تمام تمام. دي كانت ابرز النقاط اللي شفتها النهارده في تدريبه النادي الاهلي. ابرز النقاط اللي ظهرت في تدريبه النادي الاهلي النهارده في المران الخفيف اللي هو ليله المباراه، لكن في مجموعه الكابتن حسام يعني ما بين بقى ان هو بيشارك بمجموعه اساسيه وما بين ان هو بيريح مجموعه اخرى، يعني مباراه الغد فيها محمد شريف، فيها محمود الجزار، متوقع ان يكون في دفع محمد شريف في مباراه الغد، ان يكون خاصه انه من فريق دجله وهو احد اللاعبين الصادمين من فريق دجله. الجهاز الفني فضل انه يريح محمد الشناوي، وفضل انه يريح احمد فتحي، برضه نفس الفكره، بيدفع بميدو دياب بشكل اساسي، متوقع يبدا التشكيله الاساسيه غدا في المباراه مع وليد سليمان ومع جونيور اجاييه. وليد ازارو الجهاز الفني فضل ان هو يدخله في المباراه الثانيه بعد ما غاب اخر مباراتين، عشان يدخله حصيله المباراه، احنا داخلين على مباريات مهمه كمان بعد مباراه دجله، عند في مباراه الزمالك، بعد كده في مباراه الكاس، مباراه الافريقيه، فالمباريات الفترة القادمة الجهاز الفني بيتعامل معها بنسبة وتناسب حسب دوافع كل مباراة وكل بطولة، والدافع أكثر للاعبين، الجهاز الفني بيحاول يدفع بعدد من اللاعبين وفي نفس الوقت يخلق دوافع عنهم في كل مباراة وكل بطولة حسب مشاركة أي لاعب في هذه البطولات. تمام تمام محمد، يعني شكرا جدا ليك على هذه التغطية المميزة، وأنا هسيبك بقى مش هسألك كتير عشان أنت شكلك مجهد فعلا من الحر. شكرا جدا ليك يا محمد. يعني محمد ادانا تفصيله بسرعه كده عن التمرين النهارده وما دار في هذا التمرين، واللعيبه اللي كابتن حسام بدري مريحهم، واللعيبه اللي لعبوا شريف اكرامي وعلي لطفي، ومعاهم اللعيبه اللي كابتن حسام البدري ممكن يدفع بيهم في لقاء الغد. طبعا حقه كابتن حسام ممكن يعمل اي حاجه، لكن هو طبعا حاطط في الاول وفي الاخر ان هو عايز يكمل علشان يكسر الرقم القياسي ليه هو كابتن حسام بدري او النادي الاهلي، اللي هو عدد مرات الفوز في الدوري العام، ان شاء الله يكملها على خير. الشناوي احمد فتحي في نجوم كتير مش هنشوفها بكره، وده حاجه ظاهره جميله جدا في مباريات مهمه هندخل الزمالك فيها،
هندخله ان هو نادي بيبقى فيه منافسه بين الاهلي والزمالك، بتبقى بطوله بس بطوله ما لهاش حاجه، يعني بطوله كده يعني معنويه اكتر للجماهير قبل اللعيبه كمان. فهنقول ان هي مباراه مهمه، لسه مباراه كاس ومباراه افريقيا، في حمل كبير جدا جاي على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده كابتن حسام بيعمل روتيشن او بيعمل تدوير في الفرقه ويريح اللعيبه المجهده. محمد نجيب عنده اجهاد عام، الشناوي مريحه الكابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري طلع يتكلم على كل هؤلاء اللاعبين وقال ان في مش عايزين نقول بقى في الفتره الجايه في لعيبه ولعيبه قاعده ولعيبه ماشيه، لسه بدري جدا جدا على هذا الكلام، لكن كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي في مباراه الغد ومباراه كاس مصر ومباراه البطوله الافريقيه اللي هي اهم حاجه لجماهير النادي الاهلي، اللي هي بتوديهم لكاس العالم للانديه. وانا قلت لكم قبل كده ان ده الترمومتر الحقيقي اللي بيقيس بيه الجماهير لعيبه النادي الاهلي. قلنا الكابتن خلاص حسام بدري عمل محاضرة فنية تمام. محارب اسلام محارب النجم الكبير، مهما اتكلمت على اسلام محارب كل الجماهير دلوقتي عارفين قيمة اسلام محارب، لعيب ملتزم، لعيب مؤدب، لعيب هادي، لعيب بينزل، لعيب بيبدأ، عارفين قيمته. حط جول اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي من احلى الاجوان في الدوري العام، في الدوري العام هذا العام، يعني جون جميل قوي 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 في كل حاجة في الكورة بصراحة. الجون يعني من اول ما في الاسف في كاس مصر، من اول ما عمل دبل باص مع جونيور اجاييه وجونيور اجاييه عملها تاني وحطها في الزاويه البعيده على الجول، يعني بصراحه جول مميز جدا وجون حلو قوي وجون ليه طعم. الجماهير طبعا بتتذوق هذه الاهداف، فمهما اتكلم عليه بصراحه مش هديله حقه. اتمنى ان هو يكون اضافه قويه لمنتخب مصر قبل النادي الاهلي كمان. ان شاء الله اسلام محارب موجود في لقاء الغد، تدريبات تأهيلية للنجم حسام عاشور تجنبا للإرهاق. عايزين نشيد النشيد برضو بدور أنيس الشعلالي اللي عامل كل حاجة بصراحة، يعني عامل كل حاجة تتخيلوها مع اللعيبة البعيدة، تحس انها داخلة بتلعب مباريات عادي مفيش مشكلة، اللعيب اللي قاعد جاي من إصابة تحس انها مفيش مشكلة ان هو داخل. الموضوع على فكرة صعب جدا، مش سهل، محدش يستهون باللي بيعمله أنيس الشعلالي، حاجة جميلة جدا، فأتمنى له التوفيق في اللي جاي بإذن الله. ايضا اتكلمنا عن نجيب وقلنا ان نجيب عنده اجهاد عام، عشان كده الكابتن حسام بدري فضل ان هو يريحه من المباريات. نروح لخبر افريقي، الكاف يخطر الاهلي مبدئيا بموعد مبارياته مع الترجي وكمبالا سيتي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان الاتحاد الافريقي لكره قدم الكاف اخطر الاهلي بموعد مبدئي لمبارياته امام الترجي وكمبالا سيتي في الجولتين الاولى والثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تأكيد الموعدين خلال أسبوع من الآن. النادي الأهلي هيأكد الموعدين إن شاء الله خلال أسبوع من تاريخ إبلاغ الكاف للنادي الأهلي. أضاف أن الكاف حدد يوم 4 مايو المقبل بإذن الله لمواجهة الأهلي مع الترجي بالقاهرة، ويوم 15 مايو إن شاء الله مع كمبالا في ذات الجولة الثانية. أوضح عبد الحفيظ أن الكاف أخطر أيضا جميع الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالأيام المتاحة لإقامة المباريات، وهي الجمعة والسبت والثلاث والأربع، واستبعد يوم الحد على أن تقام جميع المباريات إما في الساعة الثالثة أو السادسة أو التاسعة بتوقيت الدول التي تستضيف المباريات. وكانت كرة دورة المجموعات طبعا كلكم عارفين أن الأهلي وقع مع الترجي وتاون شيب وكمبالا سيتي. دي كانت اهم اخبارنا قبل ما نروح لضيوفنا الكرام. كمان في خبر بيقول ان الاهلي جدد لندفيد النجم كريم ندفيد 5 اعوام. حلو قوي ان احنا نحافظ على نجومنا الصغيرين ونديهم الثقه كمان 5 سنين. ندفيد كل التوفيق لكريم ندفيد مع النادي الاهلي، وكل التوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي. نطلع فاصل علشان نستقبل نجومنا الكبار، نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر، كابتن كبير ماهر همام وكابتن رضا شحاته، الحديث عن مباراه الاهلي ودجله. استنوا. حضراتكم من جديد، يعني انا عايز الاول عشان انا للاسف نسيت، عايز اقول للشناوي نجم الزمالك ونجم منتخب مصر الف الف مليون سلام عليك، وان شاء الله ترجع احسن من الاول بكتير قوي قوي قوي. ربنا يعني يبقى ليه ابتلاءات كده. مش هقول لك ما تزعلش، انت لازم تزعل طبعا، احنا كلنا زعلانين عليك، مفيش بقى اهلي وزمالك ولا اي حاجه، احنا كلنا دلوقتي زعلانين على الشناوي نجم مصر ونجم نادي الزمالك، وكلنا زعلنا جدا لما عرفنا اصابتك الاصابه
يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، واكيد ربنا ليه حكمه في كده. ان شاء الله ترجع احسن من الاول بكتير، وربنا يكتب لك الخير في كل خطوه بعد كده ان شاء الله. وان شاء الله نوصل كاس العالم مرات ومرات، وان شاء الله تمثل مصر باذن الله في كاس العالم في اللي جاي باذن الله. والف سلامه عليك للمره المليون. ارحب بضيوفي الكرام اللي نوروني، كباتن الكبار كباتن مصر النادي الاهلي، كابتن الكبير كابتن ماهر همام. اهلا وسهلا. اهلا كابتن ميدو، منور الدنيا حبيبي، وحشنا يا كابتن ميدو. كله تمام، ربنا يكرمك يا رب. ايضا نجم مصر ونجم النادي الاهلي اللي دايما يعني شاغبنا ودايما مفرح الجماهير، بس كان زمان بقى، كان زمان ان شاء الله تفرحهم تاني. يا رب. كابتن مصر رضا شحاته، اهلا بيك حبيبي ميدو. ربنا عامل ايه حبيبي؟ الحمد كله لله، كله تمام. الحمد لله تمام. الحمد لله. انت الكبير بقى بتاع القعده. حبيبي حبيبي، برحب طبعا برضا. ربنا يخليك يا كابتن. اولا عايزين طبعا نقول الف سلامه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا، وان شاء الله بنجاح العمليه والعوده لمصر والبيت وناديه ولاسرته، ونتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله لكل اعضاء مجلس اداره الازدهار والتقدم من خلال الفتره السابقه. نتمنى طبعا لاسره النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي المكون من جهازه الفني حسام البدري ورجالته واللاعبين المميزين يا كابتن ميدو، ان ربنا ان شاء الله يا رب يحقق لهم بقى المراد اللي هم بيحلموا بيه، كاس مصر في الملف القادم وأفريقيا. ثم افريقيا بعد كده اللي بقى له يمكن فتره بعيد عننا. نتمنى ان شاء الله البطولتين دول يكونوا قريبين جدا للنادي الاهلي خلال هذا العام باذن الله 2018 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني عايز اقول لكم برضو قبل ما ندخل في جو اللقاء، ان كان في مباريات النهارده اقيمت النهارده الاسيوطي وبتروجيت، وعلي ماهر بيفجر مفاجات زي ما هو معودنا. علي ماهر كان مغلوب 2-0 من بتروجيت، كمان معاهم الكابتن طارق يحيى برضو مدرب مخضرم، لكن علي ماهر بصراحه عامل موسم ولا اروع، ابداع بصراحه ما بعده ابداع، وقدر ان هو يحول هزيمته من 2-0 ل 3-2 في الثانيه الاخيره. ايضا في الوقت الحالي بتقام مباراه الاتحاد وطلائع الجيش ان شاء الله النهارده زي ما قلت لحضراتكم. محور الحديث بتاعنا الاهلي ودجله، الاهلي في المركز الاول زي ما حضراتكم عارفين برصيد 79 نقطه، دجله في المركز ال 15 وبيعاني كل المعاناه و30 نقطه. كابتن ماهر، هو بنبارك طبعا للاسيوطي على النجاحات اللي احنا شفناها السنه دي يا كابتن ميدو، وده بيرجع للاستراتيجيه اللي اتبنت من خلال محمود الاسيوطي اللي هو رئيس النادي. واضح قوي ان الاسيوطي من بعد العوده من الممتاز به ان كان في استراتيجيه بالنسبه لمجلس اداره الاسيوطي من خلال محمود الاسيوطي رئيس النادي، واضح قوي ان هو راجل عنده فكر وراجل عنده استراتيجيه وراجل عنده رؤيه فنيه قدر ان هو ينفذها من خلال جهاز قوي مكون من كابتن علي ماهر وكابتن هادي خشبه وعبد الكريم مساعد المدرب، واختياراتهم بقى للاعبين كابتن ميدو، واختياراتهم الاستراتيجيه اللي هو من خلالها وصلت للهدف اللي هم بيسعوا ليه. تمام. تكوين الفريق، عملوا فريق عنده خبرات، لاعبي الوسط عنده بعض الناشئين اشرقها بشكل جيد. ثم المرحله الانتقاليه اللي بعد كده اللي هي مرحله تدعيم الفريق في المرحله الشتويه، قدروا ان هم يجيبوا 3-4 لعيبه افارقه، يمكن 3 لعيبه على اعلى مستوى منهم هداف الفريق يمكن اللاعب المهاجم الافريقي اللي ظهر بشكل جيد. فمن خلال العناصر ديت قدر علي ماهر من خلال فكره من خلال خبرته الفنيه اللي هو يمكن خاضها مع النادي الاهلي اكتر من سنتين مع مدربين اجانب اتعلم منهم بشكل كبير جدا اداريا وفنيا وتنظيميا، الخبره دي ساعدته بشكل كبير ان هو يقدر يكون الحصان الاسود الموجود في الدوري العام 2017 2018. مش مفاجاه ميدو، يمكن على ملعبه بيقدر يتفوق على الكبار بشكل جيد. شيلينجو المهاجم الافريقي فعلا مهاجم متميز. علي ماهر استغل الملعب بشكل كبير جدا ان هو يقدر يتفوق على بعض الفرق اللي هي باع كبير جدا في الدوري الممتاز، عمل نتائج ايجابيه مع الكبار بشكل جيد. بالزبط. النهارده عمل نتيجه ايجابيه مع بتروجيت 3-2، وبعد ما كان خسران 2-0 يا ميدو قدر ان هو يرجح النتيجه ل 3-2، ده اذا كان بيدل فبيدل ان علي ماهر فعلا بنعتبره من المدربين المميزين هذا العام بشكل جيد. اكيد. عايز تتكلم على الاسيوطي ولا نتكلم على ده؟ انا عايز اعلق على علي ماهر، يعني برضه لازم ياخد حقه، لان انت بتتكلم على شخصيه قليل لما تلاقي مدرب مصر عنده شخصيه، يعني شخصيه وكاريزما ومقنع للعيبه وموجود في نادي الاهلي فتعود على سمات معينه، وده نجاح لاداره الاسيوطي ان هي اختارت نوعيات
متعوده دايما على المنافسه وعايزه تكسب في اي وقت وتحت اي ظروف، وده في حد ذاته نجاح لعلي ماهر يعني. طب ناخد بقى عشان ما حدش يسمع احنا بنقعد نمدح فيه. كابتن علي اهلا بيك كابتن علي. حبيبي يا مين حبيبي، وحشنا فيه جدا، وانا عارف ان على طول دا دايما كلامك كلام جميل ومحترم وكلام دايما ايجابي، وبشكرك دايما مع طبعا اخويا وحبيبي كابتن رضا حبيبي ومدربي كابتن ماهر عبد الحبيب. الله يخليك يا كابتن. يعني انا عايز اقول لك يعني الاول يعني في حاجه مضايقاك او حاجه؟ حبيبي يعني بصراحه انا انت عارف يعني انا يعني رايي فيك مجروح بصراحه، يعني مبسوط بيك جدا وفرحان بيك جدا ومبسوط ان احنا عندنا مدرب بيقدم كره حلوه وعنده فكر، وزي ما رضا شحاته دلوقتي والكابتن ماهر قالوا في شخصيه مقنعه للناس ومقنعه للعيبه، وبصراحه حاجه جميله جدا وتطور اداء، واحنا شايفين انا بشوف الفنيات بتاعتك في الملعب، فانا يعني شهادتي فيك مجروحه بصراحه. حبيبي يا ربنا يخليك، شكرا على الكلام الجميل ده، زي ما كابتن ماهر قال وكابتن رضا قال، ده ونقدر نبقى مقنع للعيبه فنيا وشخصيا. دي مهمه جدا انك انت تكون مقنع للعيبه، اللعيبه بقت تصدق دلوقتي وصدقت ان هي تقدر تكسب اي حد. ودايما زي ما بقول ميدو، انت عارف احنا بلغه لعيب الكوره فاهم الكلام كله طبعا، لعيب الكوره مهم جدا اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في الماتش بالظبط، اتمرن عليه بالظبط، اتاكد هو اللي بيحصل في بالظبط، بروفا فاهم بروفا بالظبط، اتمرن هنا هو اللي بيحصل. حتى النهارده ريمش بتيت الشوط الاول بتريد كانوا بيضغطوا علينا، فاحنا كنا لما هو بيضغطوا علينا اللعيبه النهارده دعدور كان ما كانش بيلعب النهارده الجول كيبر بيفرق قوي معايا دعدور، لان دعدور بنبدا من تحت اللعبه تمام. لما شريف لعب شريف جون كويس قوي وجون هايل، بس بداياته ممكن تكون دعدور كورته اعلى تمام فبدا شريف يعمل كور طويله. فاحنا مش متعودين على ده بالظبط، متعودين على الكور الطويله بالظبط، الخطه اتغيرت، طريقه لعبنا اتغيرت. فلما دخلت بين الشوطين قلت للعيبه قلت لهم طب اسوء حاجه حصلت لنا خلاص احنا خسرانين اثنين، نلعب بقى نلعب لعبنا، نلعب اغلط بقى ومالكش دعوه خلاص، انت كده كده يعني حصلت لك اسوء حاجه خسرت اثنين وده اللي حصل. هو انا كان سؤالي ليك كده اللي جاي بس انت اتكلمت فيه، يعني انا كنت هقول لك انت لغايه الدقيقه 61 تقريبا مغلوب 2-0 الدقيقه 75 لا يعني لغايه الدقيقه لغايه الدقيقه 75 اسف يعني لا انت قوي 75 عمر بسام بس بقى الشوط الثاني، بس انت الشوط الثاني بتحاول وبتوع على الجول اللعيبه ما بقتش خايفه خلاص، بقول لك قتلت دوم حته اللي هو الخوف، بقول ما بقاش خايف بقاش قلقان خلاص، انت مت خلاص قلقان من ايه؟ بالظبط، جاي في الجولين خايف ليه؟ العب بقى طريقه لعبنا بدايه من تحت، وانت بطلع ازاي على السيرفيس، بطلع ازاي على الطرف، هو بيعمل ايه؟ التحرك بتاع الطرف الثاني بيبقى فين؟ السيرفيس الثاني بيقطع في ظهره ازاي؟ الديفندر لازم يكون مكمل جوه ال 18 عشان يبقى في جدع عاديه داخل ال 18 اللي انت بتتمرن عليه اعمله، مش طالب منك غير كده، انا ما بقولكش اعمل حاجه زياده. وده اللي حصل، لعيبه فعلا كانت رجاله وعارف اللي هي بروح الفانيلا الحمراء اللي هي انك انت بترجع في اي وقت انك انت لسه والله انا اسف ان انا بقطعك، بس لازم اقول لك ان رضا شحاته لسه بيتكلم ان علي ماهر في شخصيه الاهلي. حبيبي ربنا يخليك، دي حقيقه الحمد لله. اتفضل يا كابتن. ربنا كان جميل قوي كريم، وبعدين انت عارف يا ميدو السنه دي بتحقق حاجات كتير قوي، ارقام كتير قوي، خلي بالك احنا عاملينها. ما 41 هدف 41 هدف ده حاجه جميله قوي. اقوى انت الاهداف بتاعك زي الزمالك بالظبط. عايز اقول لك ان اول فرقه تبقى صعبه في التاريخ بالظبط كنت لسه اقول لك والله، بس انت ما شاء الله عليك، انا كنت اقول لك انا عامل احصائيه ليك ان انت اول فرقه صعبه يعني جايب 41 هدف، حاجه جميله. بس اسمحك يا ميدو، بتكمل في الدور الثمانيه لكاس مصر مع النادي الاهلي الماتش الجاي بالظبط. الحمد لله اللعيبه صغيره، كام لعيب بقى بتظهروا، كام لعيب ما كانوش بيلعبوا بداوا بقى ليهم سعر دلوقتي، وقال ان هو موجود وبيقول انه موجود اهو قوه، زي عنتر بتاع ب 15 مليون جنيه، مهند بص مطلوب فيه كام، دابو ده سايبينه النادي سنه سابوه ببلاش، خدته انا كنت مصاب ان انا اخده، محمد رزق بقى عامل ازاي، عمر بسام طنط كانت انا اللي كنت جايب عمر بسام للنادي الاهلي ومن الاستثمار كنت جايبه ب 20000 جنيه، عمر بسام مشي وراح سموحه وبعد كده راح طنطا وراح اسوان راح طنطا بعد كده وطنطا مشلوب، خدته بص بقى عامل ازاي دلوقتي. الافارقه لعيبه افارقه، الفرقه دي كانت بتساوي مثلا حوالي 2 مليون جنيه. انا عارف. دلوقتي ولا 70 مليون جنيه. بالظبط، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، انا دايما بقول ان هو اهم عنصر في الكوره المدرب. فده المكسب الحقيقي ان انت دايما يا ميدو تدعي المكان بيكبر بالشغل.
يا حبيب قلبي انا عارف والله. انا بقول لك يا كابتن علي، انا طول عمري قناعاتي الشخصيه ان اهم عنصر في المنظومه هو المدرب اللي هو بيعمل من الفسيخ شربات. يعني انا ممكن اروح في نادي ما عندوش امكانيات وما عندوش لعيبه، انا اجيب لعيبه واعملهم باسلوبي زي ما انت بتعمل كده بالظبط، وعملت نادي من 2 مليون جنيه زي ما انت بتقول دلوقتي معدي 100 مليون جنيه. اتفق كابتن ماهر. مبروك يا علي، مبروك مبروك مكسبك النهارده ومبروك ادائك طول الموسم. انا عايز اقول لك انك انت الهم يا كابتن ماهر ترجع تعمل الكام باك ضمن الاثنين. رجعنا خمس مرات قبل كده بالظبط، بس كان 1-0 كنا خاسرين مره من الرجاء، فاكر الرجاء بالظبط بالظبط بالظبط، كسبنا 3-1 وبعد كده سبوحه برده كانوا كسبانين 1-0 سبوحه هناك 3-1 بتروجيت هناك بتروجيت كانوا كسبانين 1-0 رجعنا 2-1 بالظبط بالظبط، الاتحاد في الكاس بالظبط 1-0 كسبنا 3-1 النهارده النصر كان كسبان الماتش الاخير مع النصر 1-0 كسبنا 5 بالظبط، النهارده الماتش الخامس اللي كده تبقى استادي تبقى انت خسران 2-0 هايل هايل. عايز اقول لك يا علي اللي انت عملته السنه دي ووصلت له مع الاسيوطي بالشكل الفني والاداري الجميل اللي اتحقق من خلال ادائكم، يمكن مدربين بيقعدوا سنين كتيره جدا في الدوري الممتاز عمال ما بيوصلوا للي انت وصلت له، فانت النهارده انت من خلال سنه قدرت تتخطى سنوات كثيره جدا من خبرات هؤلاء المدربين، فانا بحييك من خلال الشخصيه من خلال الجرأه من خلال الاداء، وخد بالك الاستراتيجيه بالنسبه لك هتزيد، يعني انت الطموح والدوافع هتزيد السنه الجايه بالنسبه للاسيوطي، يعني انت النهارده بتنهي ان شاء الله هتنهي ممكن في المركز السابع في منافسه بينك وبين انبي، يعني يمكن فرق يمكن بونتين بينك وبين انبي، فانت الدوافع بعد كده هتطالب منك انك انت السنه الجايه ان شاء الله انك انت باذن الله توصل بالاسيوطي للمربع الذهبي، وده مش بعيد عليك يعني، وبعيد على منظومه الاسيوطي واللاعبين الاسيوطي. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا حاج. اتفضل يا كابتن علي اتفضل. حبيبي كنت عايز تتكلم اتفضل. بقول يعني الحمد لله زي ما كابتن ماهر قال ان كرم كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى انك انت فعلا ربنا فعلا بيقول لكل مجتهد بسيط تتعب في الشغل جامد قوي، ربنا في الاخر بيكافئك اغلى مكافاه واحلى مكافاه في الدنيا. اكيد. وكفايه كلام الناس وبقى حب الناس والناس بقت كنت تبقى مقنع وتحط نفسك في وسط الفرق الكبيره والمدربين الكبار الموجودين، دي حاجه شرف زي ما كابتن ماهر بيقول، شرف ليا كابتن ماهر لما تقول الكلام الكبير ده محترم، وانت جيد وانت كنت لعيب جامد جدا ولعيب كبير انا بقول الحق بصراحه والله، انا شايف اللي انت عامله كل الناس شايفه، وانت بصراحه مكسب السنه دي يعني اقنعت الجميع، وعايز اقول لك ان مفيش حد، وانت عارف انت عارف كنت لعيب كره وعارف ان مفيش حد بيقول غير لما بيشوفه بيقتنع، يعني احنا ما عندناش حد ان هو بي 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 يعني بيمن عليك وانت عارف طبعا، فانت اقنعت الناس عشان كده الناس بدات تتكلم، عشان كده بقول لك ان انت كابتن علي بقيت شخصيه في التدريب هايله جدا جدا، فلازم تستغل كده، يعني لازم تستغل كده، هل هيكون ليك طموح اكبر ان انت تنتقل من النادي الاسيوطي، هل هتكمل معاه ويبقى ليك طموحات اكبر، ايه اللي ممكن تفكر فيه؟ لو السؤال صعب شويه انا ممكن اعفيك من الاجابه. اوكي هاتهن ده هو كده قال لي السؤال صعب جدا، او هاتهن تاني هاتهن تاني. علي ماهر يا جماعه فعلا احنا عندنا في الوسط بصراحه ما فيش حد بيمن على حد، لله في لله، لازم تكون عملت حاجه وتسمع قوي عشان الناس تقول لك متشكرين، لكن في ناس كويسه لكن ما حدش عارف يعني مقفلين، بنتكلم عن النجوم اللي هي الاسماء، لكن انا في وجهه نظري او من وجهه نظر النجم هو اللي بيشتغل. اتفضل يا كابتن علي، انا مش عارف سمعت سؤالي ولا لا. لا بالعكس اتفضل، كلام محترم اتفضل، زي ما انت قلت ليا طموح تاني ثالث ممكن السنه الجايه في مكان تاني، المدرب زي اللعيبه دي بالظبط، طموح وهي عشان توصل لهدفك الكبير كنت بتفكر لازم يبقى عندي، لازم ابقى طموح، لازم يبقى عندي بالظبط 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 بالظبط، الحلم مفيش حاجه الحلم لازم تبقى ليك حلم عشان تتطلق بالظبط، الا بقى تفضل يبقى انت فقير في تفكيرك بالظبط، عشان توصل للحلم بتاعك ان انت نفسك تتطلق اكيد لازم تعدي على كذا مرحله بالظبط، مرحله اسيوط كانت مرحله ممتعه وانا مستمتع بالاسيوط، لكن اكيد اللي جاي هيبقى فيه طموح تاني وطموح مختلف باهداف مختلفه ان شاء الله باذن الله، زي ما انت بتقول اكيد طموحاتي مش يعني عايزها ما تقفش دايما، اكيد ليها حلم كبير، وعشان اوصل للخطوه الكبيره لازم اعدي بكذا خطوه،
فان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون احسن يا رب. بس اعدي بس الفتره دي اللي هي اللي جايه عندنا ماتش الزمالك اللي جاي بعديه عندي الجيش، فانا كده خلصت الدوري ان شاء الله على خير باذن الله والحمد لله وربنا كريم وعملنا حاجه محترمه جدا. عندي ماتش النادي الاهلي طبعا نادي كبير بجهاز فني كبير بلعيبه جامده جدا بحاجه احسن فرقه في افريقيا بتلعبها. قدرت بعرف لعبت مع النادي الاهلي الماتشين اللي فاتوا لعبتهم بشكل كويس والناس كلها احترمتنا دي حقيقه عشان خاطر الماتشات اللي احنا لعبناها ضد النادي الاهلي وخسرت ب1-0 فرقه صعبه. لكن بقول ان شاء الله باذن الماتش الجاي يبقى ليه تحضير مختلف ان شاء الله ونقدر يبقى نعمل ماتش محترم وماتش كبير ضد فريق كبير ان شاء الله. كل التوفيق ليك فيما قدم يا كابتن علي، تستاهل كل خير. وانت زي ما انا زي ما قلت لحضرتك ان انت عملت طفره في التدريب وكنت مكسب حقيقي للدوري المصري. ان شاء الله كل التوفيق ليك فيما قدم، وحق مشروع لكل مدرب ان هو يطور ويدور ان هو يكبر في مكان تاني، مش لازم خلاص ارتبطت بالمكان لازم ادور ان انا اكبر. وعلي ماهر زي ما قلت لحضراتكم واقنع الجميع ان هو مدرب عنده امكانيات هائله جدا، عنده لعيبه عمل منهم لعيبه وكبرهم زي ما قال كان ثمنهم 2 مليون جنيه عدوا 70 مليون او عدوا 80 مليون. مشي عنتر راح الزمالك كان من اهم اللعيبه، لكن الاسيوطي النهارده عامل مباراه اروع. مش بقول لكم عشان نتائج خلي بالكم، يعني لو الاسيوطي ساعات بيخسر، لكن انا كنت دايما عند رايي ان علي ماهر مدرب هايل. طبعا يمكن اكمل كلامي، بس هو في حاجات في كلامه كده احنا ما ينفعش تعدي، يعني لازم تبقى انت كمدرب تتعلم من الكلام اللي بيتقال وتسمع وتفهم الكلام بيتقال ايه. هو عجبني جدا في حته ان هو لما دخلهم بين الشوطين بيقول لهم انت خلاص انت خسران، احنا ما عندكش حاجه، احنا ميتين بالظبط كده كده. كان ممكن التدخل ده يبقى بطريقه تانية ان هو بتعنفهم بالظبط انت تخسر المباراه على طول. فهنا انت ازاي تدير المواقف ده المدرب، ده اهم حاجه، ده المدرب ازاي تدير المواقف. الحاجه الثانيه علي ماهر عنده ميزه مهمه جدا برضه، هو في وقت الشغل بيشتغل جامد جدا ومركز جدا واللعيبه بتبقى معاه مركزه قوي، وقت الهزار بيهزر. يعني بيعرف يفصل الاثنين وبيعرف يخلي اللعيبه تدخل هنا هو ده اللي ويدخل هنا، يعني في الحالتين موجود معاك. في وقت الهزار هنهزر مع بعض مفيش مشكله، وقت الجد هو بيعمل دي كويس قوي. مع ان هو التدخلات يا كابتن ماهر، تدخلات المدرب مهمه جدا في المواقف مهمه جدا بالزبط. ودي يمكن اهم نقطه هو قالها، هو علق لما دخل قال لهم انا ما عنديش حاجه اخسرش، خسر انا خسران لعبوا لعبين ما عنديش حاجه تاني. هو خرج اللعيب من تحت اللود والضغط بتاع ان انا خسران اثنين والفرقه داخله بقى الاوضه زعلانين، هو فوق الناس كلها عشان كده بقى بالشكل ده الشوط الثاني. فده احنا بنقوله اتعلموا ازاي تتدخلوا مع اللعيبه في الاوقات وازاي تدير موقف بالظبط. ده مهم جدا، اداره المواقف دي من اهم شخصيات طبعا المدرب الناجح. وانا عايز اقول لك حاجه ميدو، الحاجات دي بنكتسبها بنسبه كبيره جدا من الاجانب. يعني المدرب المصري بشخصيته بيقعد فترات كتيره جدا عمل ما يوصل للنضج ده، لكن لما بتشتغل مع اجنبي بيسهل لك حاجات كتيره جدا. طب تسمح لي ارحب بالكابتن طارق يحيى. كابتن طارق اهلا بيك. كابتن طارق، كابتن طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت، انا عايز اقول لك هارد لك. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا ميدو تمام. سلام عليكم على كابتن ماهر حبيبي. ده كابتن طارق، انا مش عايزك تزعل، انا مش عايزك تزعل. هو ماتش يعني ماتش يزعل ان انا كنت متقدم بهدفين وخسرت، لكن انت عامل طفره في الدوري برضو مع بتروجيت يا كابتن طارق ونتائجك هي اللي بتقول، لكن برضو الاسيوطي انت بتلاعب برضو فرقه يعني كلها طموحات معاهم علي ماهر برضو طموح. يعني يا كابتن مش عايزك تزعل وعايزك تقول لي ايه اللي حصل في ال 15 دقيقه اللي في اخر مباراه. لا هو طبعا ما فيش شك. بص اقول لك حاجه، انا مش يعني انا الحمد لله ماتش النهارده يعني احنا وصلنا للتوب فورم، يعني احنا في احنا عملنا جيم النهارده عالي جدا جدا. سيبك الخساره، لا تعني ان الاداء بتاعنا كان افضل واحسن 75 دقيقه من الاسيوطي في مراحل. هو علي ماهر لسه قافل معايا وقال نفس الكلام يا كابتن طارق. ويمكن احنا فاجئنا الاسيوطي بالضغط العالي بالظبط، فاهم، ضغطنا عالي عليهم من قدام بالظبط، كانت النتيجه ان احنا يعني حصل لهم ركه كده والولاد ما كانوش متوقعين ولا جهاز متوقع ان احنا نعمل الكلام ده بالظبط. لكن طبعا في عوامل يا ميدو اثرت. اولا الحكم، انت وانت كسبان 2-0 في ضربه جزاء يا جماعه، معلش يعني مع احترامي للكابتن الحكم، لا لا صعبين يعني ضربه جزاء يعني تتحسب وتبقى 3-0 والماتش انتهى. يعني طبعا ناهيك عن كمية انذارات للاعيبتي، انا لعيبتي ما هو الخوف اللي بيجي ده يا ميدو، كمية سبع انذارات النهارده
في المباراه انذارات واحد للاسيوطي انذارات غير مستحقه كابتن طارق من وجهه والله نظر والله ابدا والله ده بقول لك حاجه الراجل الفيرول بتاع الاسيوطي طالع ضارب الراجل بتاعي فاهمني ادى انذار الراجل بتاعي وقع على الارض يعني انت فاهم قصدي لا يعني هو طبعا سنه صغير جدا 27 سنه حكم كابتن عصام ماشي بتجرب وكل حاجه ومفيش مشكله كابتن عصام يعني راجل حبيبنا وراجل وانا ساعده يعني انا من ضمن المنظومه بتاع اساعد الكابتن عصام كلام محترم وميدي. كلام محترم ولكن انا لما ساعد الكابتن عصام يا ميدو اسبوعين ورا بعض انا الماتش اللي فات كان ابن الكابتن احمد الشناوي 27 28 سنه راجل اول مره يمرن اول مره يحكم والنهارده يبعت لي حكم برضه صغير في السن 26 سنه النهارده بقول لك سنه 26 سنه انا مع الشباب مفيش مشكله لكن يا جماعه دي اقدار افرض ان انا النهارده بنافس على الهبوط مثلا لكن الموضوع يبقى مختلف فانا يعني 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 ما يبقاش اسبوعين ورا بعض انا الوحيد اللي يتجرب فيا ماشي اوكي مفيش مشكله لكن يبقى اسبوع واسبوع يعني دي حاجه الثانيه احنا عندنا طبعا بعض المشاكل الفنيه في الاخر الاصابات الثلاثه الاضطراريه لمحمد سالم وعلاء عبد وعلاء علي وعصام صبحي الباك اليمين طبعا اثروا بشكل كبير جدا على اداء الفرقه لان انت مسيطر مستحوذ جايب جونين وبتحاسب لك ضربه جزاء انت افضل بكثير لكن مفيش شك طبعا ليا واقفه مع اللعيبه لان ما ينفعش تعرف تبقى انت كسبان 2-0 بدل حوالي 14 دقيقه تخسر 3-2 انا اتفق معاك ده لو يعني مثلا انت بتلعب مع البرازيل مش بيحصل فيك كده وانت بتروجيت وانا بتروجيت فطبعا ليا واقفه مع اللعيبه التغييرات اللي نزلت طبعا ليا واقفه معاها كبيره جدا لانها ما اضافتش اي شيء بالعكس يعني خسرتنا كين في بقى بينه وبينهم لكن في نفس الوقت بقول الحمد لله يعني احنا 17 بونت مستلم الفرقه 17 بونت بالظبط يا كابتن انا عارف واحنا بنقول دايما النهارده 38 وكان ممكن سهل جدا تبقى 39 وكان ممكن تبقى 41 سهل جدا بالظبط لا ده تطور طبعا الناس عارفه كويس قوي عندنا ان احنا بنعد فرقه للموسم الجديد ان شاء الله باذن الله وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله يعني احنا شغالين بالمجموعه اللي موجوده لغايه اخر مباراه وربنا ييسر ان شاء الله ان شاء الله كابتن كل التوفيق ليك في اللي جاي يعني ممكن تدعم الفرقه بكام لعيبه كابتن طارق او محتاج كام لعيبه؟ من 6 ل 7 لعيبه من 6 ل 7 لعيبه يعني انا قايل من 6 ل 7 لعيبه في مراكز مختلفه يعني يعني كل التوفيق ليك وما تزعلش هي دي الكوره وعلي ماهر اتكلم مش عايز اقول لك اتكلم عليك ازاي يا كابتن طارق وقال ان انتوا كنتوا عاملين جيم عليه وقال ان الكابتن طارق عمل ضغط عليا فعلا وفاجئنا وقال بصراحه فيك يعني كل كلام الحلو اللي ممكن يتقال بصراحه علي ماهر قال كده واثنى على اداء بتروجيت لكن هارد لك في الاخر ويعني انت عارف الكوره يا كابتن طارق يعني كل التوفيق ليك فيما هو قادم كابتن طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت شكرا جدا ليك زعلان كابتن طارق زعلان واضح ان طارق برضك عامل بصمه لا هو عامل مع بيتر جيت الفتره اللي فاتت ديت هو عامل اداء اتغير بشكل جيد 2-0 هي بالنسبه له انتهت 2-0 هي 75 هي المباراه انتهت ما هي كلها دروس برضه زي ما احنا اتكلمنا رضا دروس يعني احنا شوف اتكلمنا ان علي ماهر اتعامل ازاي مع الجيم بين الشوطين بالنسبه للعبته النهارده الكابتن طارق بيقول لك برضك هستفاد من المباراه ديت ان انا هتعامل مع لعيبتي قال انا ليا واقفه مع اللعيبه ليا واقفه مع اللعيبه مش طبعا لان واضح طبعا ان اللعيبه مش طبعا ان هو يطلع يقول اثرت بشكل كبير وزي ما قال يمكن ضربه الجزاء كانت ممكن تغير في 25 دقيقه شكل واداء المباراه 3-0 غير 2-0 يعني كل مباراه وارد وارد طبعا وارد في اعظم الدوريات دروس كلها بنستفاد منها كلنا بنشوف في كاس اوروبا كابتن بالظبط الشامبيونز ليج في بلاوي ده سبب لا لا مش تقول ان هي ضربه جزاء سبب هي سبب من الاسباب ولكن بنسبه 90% اللعيبه ملهاش معنى تاني حتى لو ما اتحسبتش دخل فيها ثلاث اهداف اكيد اخطاء اكيد تاثير من اللعيبه فكل ده بيرجع للعيبه اكتر يعني لكن عايز ارجع لك ميدو تاني لحته المدرب الاجنبي لما بتشتغل مع مدرب اجنبي يكون على اعلى مستوى يعني انا شايف ان علي ماهر في وجوده مع النادي الاهلي خلال سنتين استفاد بشكل كبير جدا مع الاثنين المدربين الاجانب اللي اشتغل معاهم
و... بس هي الشخصيه لا تكتسب يا كابتن. ما الشخصيه موجوده لا تكتسب. لا موجوده. ما هي الشخصيه قصده على التدخل. أنا فاهم. الشخصيه موجوده وبعد كده اسلوب بقى علي ماهر وشخصيه علي ماهر هي اللي بتفرد على الساحه اللي وصل بيه لحد دلوقتي بالشكل. طب يا كابتن ماهر بما ان حضرتك يعني اكثر خبره فينا, يعني هل ممكن ان انا اكتسب اداره موقف؟ هل ممكن انا اتعلم ازاي ادير موقف, ولا انا شخصيتي بتغلب عليا في الاخر؟ احنا في مجالنا هتفضل تتعلم لحد ما هنموت. ما انا بتكلم, انا بتكلم في حته دي. انا ممكن اتعلم تدريبات, ممكن اتعلم يعني استمعنا ان انت تكتسب مواقف معناها انك تتغير في شخصيتك. ما ده اللي بتكلم. فده ينفع ولا الشخصيه بتتطور؟ طبعا طبعا بتنضج وبتتغير بشكل كبير. بتتطور بتفضل للافضل للاحسن, واخد بالك؟ وبيبان قيمه المدرب بعد كده. يعني زي ما احنا شايفين علي ماهر بدايه الموسم دوت اكتسب حاجات كتيره جدا هتفرق معاه الموسم اللي جاي بشكل كبير جدا. سبحان الله, مع ان اول الموسم كانوا بينتقدوا ازاي علي ماهر والناس قالت على تجربه الترسانه والتجربه كانت فاشله مع الترسانه, واخد بالك؟ وكلها زي ما قلت لك كلها مراحل, ممكن افشل في المرحله دي لكن المرحله اللي بعد كده ممكن انجح فيها, وهكذا المرحله اللي بعديها انضج بشكل كبير. فانا شايف ان علي بتقيم المدرب ازاي يا كابتن ماهر؟ نمره واحد شخصيه. نمره واحد شخصيه, شخصيه المدرب لما تبقى موجوده بتفرض يعني على حاجات كتيره جدا ميدو, وبتبان وانت لاعب. خد بالك شخصيتك بتبان وانت لاعب. وانت لاعب يبقى انت ليك شخصيه وليك طابع في تصرفاتك, في ادائك, في مرونتك, في شكلك, في تعليمات المدير الفني ليك. لما بتبقى مدرب بتبان شخصيتك بقى. كل ده بيكتمل في الشخصيه. هي الشخصيه نمره واحد, نمرة اثنين, نمرة ثلاثة, وبعد كده الجوانب بقى العلمية والجوانب التدريبية والدراسات والمواقف اللي بتمر بيك وانت لاعب تقدر تستفاد منها كمدرب. ازاي استغلها لما ابقى مدرب ويجي لي موقف وانا كنت لاعب شفته قبل كده. فبسرعة زي ما علي ماهر ده الموقف ده حصل له اكيد 100% وهو بيلعب, فقدر ان هو يدركه وهو مدرب بسرعة. دخل وقال للعيبة, شال من عنهم الاسترس اللي موجود عليه في الشوط الاولاني, وقال لهم يعني انا شايف 2-0 ممكن نبقى 3-0 كمان, لكن العب كورتك بقى, العب, ادي, اشتغل, متع نفسك. احنا مبارياتنا, وهو قال انت جرب قبل كده, مرت بالفرقه في مواقف بالشكل ده مع المصري قبل كده, وقال مع الاتحاد قبل كده, فدي مواقف مرت قدر علي ماهر استغلها بشكل كبير من ناحيه اداؤه في الشخصيه. ايه رايك؟ طبعا ايه رايك برضه اسمع رايك في موضوع الشخصيه تحديدا. هل هي ممكن تكتسب؟ هل انا بكتسب؟ طبعا يعني بكتسب, ان انا بكتسب من المدربين المواقف بتعلم طبعا من المدرب المواقف ده بيتعمل فيها ايه. انا بعملها بس بعملها بطريقتي. يعني انا بتعلمها بس بتعلمها على شكل انا, ما ينفعش اخد مش واخد كوبي وخلاص. يعني ما باخدش الحاجه بالموقف انا حافظ مش فاهم. ما ينفعش تبقى حافظ مش فاهم. يعني انت بتاخد الموقف عجبك فانت عايز تطبقه, بس لازم تبقى انت فاهم. هنا الموقف هنا مثلا انا اتعلمته في نادي الاهلي مع نوعيه لعيبه في نادي الاهلي, ما ينفعش اخده هو واتعامل مع نفس مع الموقف ده مع لعيبه ثانيه بنفس الشكل. تمام. لا الثقافه هنا هي اللي في نادي الاهلي, ولا الطموح هنا هو هنا. انا قصدي ان انت بتاخد الموقف بتتعلم منه مع تغييره على حسب اللي انت بتتعامل معاه, اللي هو اللعيب ايه نوعيه اللعيبه اللي معاك. ما هو ممكن اللعيبه ما ينفعش معاه, ممكن اللي كابتن علي عمله ده ما ينفعش مع نوعيه لعيبه ثانيه. اكيد في لعيبه ثانيه, في لعيبه ثانيه لازم تبقى عنيف معاه. هو عشان ممكن تقول لهم كده, ممكن تقول لهم كده رضا يروحوا نازلين سايبين. بالظبط كده. هو علي ماهر عنده ميزه, حافظ قطاع الناشئين. لا هو علي عارف بيشتغل مع مين. انا متابع علي ماهر من مكان في قطاع الناشئين النادي الاهلي. هو عنده حته ان هو بيقرا اللعيبه كويس, وبيتعامل مع كل لعيب لوحده على شخصيته. مواقفه مع الـ مع الـ مع الفرقه في الصغيرين, هو مواقفه اللي اتعلمها بقى. هو لعيب احتك بمدربين اجانب كتير, بعد كده دخل في التدريب مع مدربين اجانب, فالموضوع بالنسبه له بقى عنده ثقه, وبقى عنده حته الدافع وحته ان النادي الاهلي, وبياخد شخصيات. فهو بياخد بقى. انت من رايك ان انا كمدير فني اعامل كل لعيب بشخصيته, ولا انا ازرهم شخصيتي وهم كلهم ياكلموا نفسهم عليا؟ لا انت لازم انت تبقى عارف الحاله الاحترافيه, كل لعيب بشخصيته. ده حاجه منفصله, وفي مواقف هي جماعيه, اصل احنا بنلعب لعبه جماعيه. في مواقف لازم تبقى فيها حاجات جماعيه. بس انا في الاخر ببقى انا بتعامل مع ميدو بطريقته, كابتن ماهر بتعامل معاه بطريقته, في وقت بتعامل مع الاثنين بطريقه انا. فانت المواقف هنا بتتغير. انت شخصيتك. انت بقى المدرب الذكي اللي يقدر يعمل كل ده بالزبط. وفي الاخر الناتج اللي هو عايزه بيوصله. ما هي دي ذكاء التعامل في المواقف اللي احنا بنتكلم عليه. انت في شخصيتك, كابتن ماهر بشخصيته, ولكن في الاخر في المواقف الجماعيه انا بتعامل بشخصيتي انا اللي انت وهو عارفينها. فهنا الكيمياء دي, عشان تجمع الكيمياء دي وتنجح
ده ذكاء منك انت. هي ذكاء طبعا، ذكاء جدا، هي شخصيه مش ذكاء، يعني هو شخصيه، شخصيتي انا دايماً بعرف اتعامل كده. دايما بنقول مانويل جوزيلي. ما انا لا، انا دي بقى اللي كنت اتكلم فيها، مش مانويل جوزيلي، مش هتكلم على مانويل جوزيلي، هنتكلم على شخصيه مدرب النادي الاهلي، شخصيه مدرب النادي الاهلي تحديدا، اللي هو الشخصيه اللي يا جماعه النادي الاهلي كده، انا كمدرب نادي الاهلي انا شخصيتي كده اللي هي شخصيه النادي الاهلي، فانتوا هتأقلموا نفسكم على شخصيه النادي الاهلي، هي شخصيتي، اللي مش عارف يدخل في الشخصيه دي ما بقاش ليه. انت عارف دي بتفكر ده، عايز اعلق عليها معلش. اتفضل. هي نفس فكره لو انت جبت لعيب من اي مكان في مصر، مش هجيب، مش هقول لك فريق النادي الاهلي، لو احنا جبنا اي لعيب يا كابتن ماهر ودخلناه في اكاديميه النادي الاهلي شخصيته بتتغير. بالظبط. ليه؟ لان هو نادي احنا داخل النادي الاهلي، فانا كده هتحول، ده انا عايز اكسب ولازم انافس ولازم اخد بطوله، فالولد شخصيته بتتغير. لو انت جبت مدرب حتى من اي مكان ودخلته النادي الاهلي، هيتعامل مع الموقف ان هو جوه النادي الاهلي غير لما كان بيتعامل في نادي تاني، لان هنا شخصيه المكان بتفرض نفسها، فرض نفسها على اي حد بيدخل في المكان ده. بالظبط. تمام. يعني طيب نطلع نشوف العميد محمد مرجان قال ايه عن او يطمنا عن كابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه، كمان هيكلمنا عن ماتش اعتزال حسام غالي، وهيكلمنا كمان عن مباراه الاهلي والترجي. نطلع نشوف العميد محمد مرجان قال ايه ونرجع لحضراتكم. من كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه اللي بتحب كابتن الخطيب، تعرف كابتن الخطيب طبعا الناس بتحبه، مش الاهلاويه بس، لا ده على مستوى الجمهور المصري والعربي. الحمد لله هو خضع النهارده الصبح لجراحه بالمنظار، الدكتور طبعا ماير، والدكتور ماير معروف طبعا من اشهر الدكاتره في جراحه الظهر والعمود الفقري، وعمل جراحه النهارده بالمنظار الصبح، والحمد لله اطمنا عليه وخرج من غرفه العمليات، والدكتور اطمن عليه، وكان في اتصال مع سياده السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في المانيا، وهو طبعا موجودين معاه ومشكورين كتر خيرهم طبعا، مش سايبين الكابتن هناك، وطمنونا على حالته الصحيه، وان شاء الله باذن الله يعني هو 3 ايام وهي 48 ساعه غادر المستشفى، يرجع فندق الاقامه، وبعد كده ان شاء الله هيسيب المانيا ويرجع تاني على دبي بقى الفتره اللي هي بتاعه النقاهه المطلوبه يعني، والمفروض اللي هو هيبقى فيه عوده من 6-7-8 اسابيع، بحيث يبدا بقى يحط البرنامج بتاع العلاج الطبيعي اللي هيمشي عليه ان شاء الله باذن الله. لكن هو صحته الحمد لله كويسه، واطمنا عليه يعني ان شاء الله. في اتصال على طول مستمر الحمد لله، وكان في اتصال امبارح، وكان الكابتن طبعا يوميا بيتصل معنا حتى هو في ابو ظبي عشان بيتابع الشغل كل يوم، وبيتصل بالنائب رئيس النادي الاستاذ عم فاروق والامين الصندوق خالد الدرندلي، وعلى طول في متابعه يوميه في الاعمال لغايه امبارح بالليل، والحمد لله هو النهارده دخل، وان شاء الله باذن الله هنطمن عليه، بس احنا سايبينه يريح شويه ونطمن عليه عشان خاطر نرجع تاني نكمل الشغل بتاعنا باذن الله. يعني هو النهارده لسه جاي لنا دلوقتي الاخطار، اولا في تعديل لموعد مباراه وادي دجله، هيبقى الساعه 5:30 في استاد القاهره ان شاء الله ده بكره. تاني حاجه انت جالك الميعاد باذن الله، ماتش الترجي هيبقى في بدل 5-5 هيبقى تاريخ 4-5 ان شاء الله، واحنا بالتالي هنبدا نخاطب الاتحاد المصري ونخاطب الجهات الامنيه، هنحاول ان احنا نلعب في الماتش في القاهره برضو تاني، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، محاوله هنحاول نلعب في القاهره ان شاء الله، يعني دعما للفرقه ودعم للفرقه اللي هي بتشارك في افريقيا. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، انت بتسافر تونس بتلاقي كل الناس بتبقى مع الفريق بتاعها، بتسافر في اي دوله، يعني احنا عايزين دي افريقيا ومش اكتر من كده، وقلنا احنا خدنا خطوه مش عايزين نرجع فيها، واللي بيغلط بيتحاسب، وانا شايف الناس كلها ملتزمه في الاطار العام، فمفيش حاجه تخوفنا ومفيش حاجه يبقى احنا عايزين نساعد عشان خاطر افريقيا هي كاس العالم للانديه، فعايزين نرجع تاني باذن الله، ما يبقاش في عيب اللي انت انتقالات وانتقالات جمهور وانتقالات فرقه، وعايزين نخرج بره اطار اللي انا بحط مجهود اللي انت تدور على الملعب، يعني ما نخرج براها بقى، يعني خلاص الموضوع ده خلص، احنا النهارده يعني 2018 والدوله الحمد لله رب العالمين دوله قويه، وعندنا القدره اللي احنا نسيطر على كل المواقف، وفي نفس الوقت النادي الاهلي مع الاتحاد، انا كنت عندي الاستاذ احمد مجاهد يوم الجمعه عشان خاطر برضه بخصوص ماتش الكاس يعني، فقلت له النادي الاهلي او اي نادي مع الاتحاد هو المظله بتاعتنا اصلا، احنا متفقين مع الامن وبننفذ التعليمات، واحنا في ظهر الامن مش هنقبل بغلط، فلازم كلنا نتفق ونتحمل مسؤوليات، بحيث في الاخر خالص ده بيرجع للفريق بتاعه، مش هقول مش عايزين راحه الجمهور ماشي، بس في الاخر في الاول في الاخر راحه الفريق بتاعه والجمهور اللي موجود اللي الامن بيسمح بيه احنا ملتزمين بيه بالاسلوب اللي احنا شايفينه ازاي كلنا نبقى تعاملين مع بعض، فربنا يسهل ان شاء الله نشوف، نحاول نبقى في القاهره، مش شرط استاد القاهره يعني، لكن نحاول نبقى في القاهره، دي ده الجزء بتاع مباراه الترجي ان شاء الله.
المباراة الأخرى إن شاء الله فيها اعتزال الكابتن حسام غالي، المفروض الفريق هيسافر بإذن الله دبي، كان المفروض يوم 9 بس طبعا أعلنوا السيمي فاينل بتاع كأس مصر هيبقى يوم 9 برضه الساعة 7:30، فهيبقى أكيد في تأجيل لأن مباراة الاعتزال بتاع كابتن حسام يوم 11 إن شاء الله، وبناء عليه الفريق لو سافر هيشارك يوم 11، هيطلع يوم 12 بعد كده يسافر على أوغندا عشان خاطر ماتش الذهاب في بطولة أفريقيا. فالجدول زي ما أنت شايف مشحون الحمد لله رب العالمين يعني، بس ربنا يسهل. وفي عندك الهاندبول بقى بطوله اليد شغاله، وربنا يكرم ان شاء الله الدرجه الاولى رجال الفوز بافريقيا باذن الله ان شاء الله يعني. ما بنحبش نسبق، هو انت النهارده بتسبق انت حسمت الموضوع، فدايما في باب موارب وباب مفتوح، احنا بنحاول. انا ما يجي لي حاجه رسمي، انا ما بيجي لي رسمي بطلع اتكلم رسمي، ما بنسبقش وما بنقولش في حاجه رسمي خلاص يعني. هو برج العرب الاتحاد المصري عايزه في برج العرب، خلاص انا موافق الاتحاد المصري في برج العرب، لكن احنا النهارده بنقول محاولات، وبنقول محاولات لصالح العام مش لصالح النادي الاهلي بس، للصالح العام خلاص، لصالح العام ولصالح الكره المصريه. بنقول النهارده فريقك بيلعب في افريقيا، هل انا المفروض مطالب ان احنا نقعد بنضيع وقت كتير جدا ومجهود جامد جدا عشان ادور على الملعب، ولا انا كل الناس بالدوله بتبقى متكاتفه مع الفريق اللي بيشارك في افريقيا؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وفي نفس الوقت احنا ملتزمين بكافه التعليمات اللي بتتقال، وجمهورنا ملتزم بكافه التعليمات اللي بتتقال لغايه اما نعيد الجماهير بالشكل اللائق ان شاء الله باذن الله. اهلا بحضرتك عميد محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي. راجل بصراحه انا بحب اسلوبه جدا وبحب واقعيته وبحب اسلوبه، بصراحه مقنع جدا، بيتكلم بمنتهى الموضوعيه وبيتكلم بمنتهى الصراحه. هو قال لو الاتحاد المصري عايز المباراه في برج العرب ماشي، بس احنا بنحاول تبقى في القاهره للصالح العام مش للنادي الاهلي بس. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، كل التوفيق لحسام غالي، واللي انا يعني كل التوفيق ليه، مش عايز اعلق على موضوع حسام غالي طالما هو اختار وطالما هو صمم على اختياره. خلاص عايز اقول له ان انا مش مقتنع بس يعني عايز اقول له حسام اصبر شويه، الكوره بقت سهله مش صعبه، هو يعني دايما خلاص خلينا خلي الناس تفتكره دايما بالخير. في لعيبه كده بتختار التوقيت المناسب اللي هو نازل فيه طبعا في قمه توهجه يعني. عايز اقول لكم ان مباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش انتهت بالتعادل السلبي ب0، قلنا خلاص كسب 3-2، ودلوقتي مباراه النصر والرجاء مباراه برده ضرب نار. الاهلي قال الدوري كله شكرا، ودلوقتي الصراع كله على الهبوط والبقاء يا كابتن. مشكله طبعا. وفيهم كمان وادي دجله يعني ال 15 و16 و17 و18 ظروف صعبه بالنسبه لهم بشكل كبير جدا. لو عملنا مقارنه كده بالاستراتيجيه بتاعت الاسيوطي يا ميدو يا رضا وبين الثلاث فرق طنطا والرجاء والنصر، هتلاقي الاسيوطي يعني الاستراتيجيه كانت اختلفت بشكل كبير جدا. الفرقه والهدف اللي اتعلمت من الاخطاء بتاعتها لما نزلت هي الاسيوطي. بالظبط. ما حدش من الفرق اتعلم. نفس الشكل، هو الفرقه الوحيده اللي طورت، اللي اتعلم وطور، وده اللي وصله يمكن للمكانه اللي هو موجود فيها عليها دلوقتي، المركز الثامن. العكس بقى طنطا والرجاء والنصر، يمكن طنطا كان ليه تجارب قبل كده سابقه، طنطا والرجاء والنصر بينزلوا بيطلعوا، لكن طبعا هي حسب الاستراتيجيه وحسب الاهداف اللي بتسعى ليها مجلس اداره وجهاز فني ولاعبين وطبعا والمؤسسه ككل يعني. لكن عايز اقول لك ان الرجاء بنحيي رمضان السيد بصراحه على ادائه مع الرجاء في الفتره اللي سبقت بصراحه الاخيره يعني. رمضان مدربين الاكفاء جدا، انا اتعاملت مع رمضان بشكل كبير، رمضان من احسن المدربين الموجودين في الدوري الممتاز هذا العام. كانت مفاجاه لكن 3-0 طبعا كانت بالنسبه له علقه بشكل كبير. لكن عايز اقول لك ان رمضان من المدربين الاكفاء اللي عملوا مجهود كبير جدا حقيقة. بصراحه يعني يمكن كان واضح من خلال توليته المهمه في مهمه صعبه انه قدر انه يكسب مباريات كانت في منتهى الصعوبه. لكن عايز اقول لك ان خبرات الفرق بقى اللي موجوده يعني هو بالنسبه له مع المقصه واضح ان المقصه كان خبره المقصه اعلى بشكل كبير جدا من الرجاء، قدر ان هو طلعت يوسف بصراحه عمل شغل يضغط على الرجاء، حتى كابتن طلعت بصراحه مع المقصه يمكن عمل نتائج جيده. عايز اقول لك النصر، يمكن النصر واضح قوي ان النصر خلاص شكرا يعني درسنا. بيطلع وينزل بيطلع وينزل، ما عندوش اي طموح ان هو يبقى موجود في الدوري الممتاز. تمام، قبل ما نتكلم في تفاصيل لقاء الاهلي ودجله نطلع نشوف تقرير صوتي عن هذه المباراه ونرجع لحضراتكم على طول.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي ان الاهلي في المركز الاول برصيد 79 نقطه، هيقابل دجله اللي في المركز ال 15 ب 30 نقطه، ودجله في حاله انهيار تام يا كابتن ماهر. بنبارك طبعا للنادي الاهلي يا ميدو على الانجازات اللي حققها يمكن خلال الموسمين، يعني مع حسام البدري وجهازه واضح ان السنه الاولى يمكن النادي الاهلي ما خسرش ولا مباراه، ودي من ضمن الانجازات اللي تحسب للجهاز الفني على مر تاريخ النادي الاهلي. تمام. اللي يمكن العامل الحالي اللي احنا موجودين عليه يمكن خسر مباراه واحده النادي الاهلي، لكن حقق طبعا بطوله الدوري قبل نهايه الموسم بست اسابيع، وده بيعتبر انجاز تاني بيحققه لعيبه النادي الاهلي. الانجاز الثالث يا ميدو ان النادي الاهلي ان شاء الله بكره بعد فوزه على وادي دجله بيعتبر ان ما خسرش ولا مباراه، او كسب كل الفرق اللي موجوده، كل الفرق اللي موجوده في الدوري العام كريم ابو حسين هذا العام. يعني ده بيعتبر انجاز برضك يمكن ثالث بيحققه الفريق النادي الاهلي. يمكن انجاز الرابع طبعا حصوله على بطوله الدوري العام والسوبر، وان شاء الله يمكن كاس مصر القادم وزي ما قلنا وافريقيا، دي برضك من ضمن الدوافع اللي بيسعى ليها الجهاز الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته هذا العام. عايز اقول لك يا ميدو ان النادي الاهلي السنه دي بالذات يمكن مع بدايه الدور الثاني تحس ان النادي الاهلي حصل نوع من التطوير بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي. يعني يمكن الجانب الدفاعي واضح قوي ان في تنظيم بشكل جيد، ويمكن على راسه اللي احنا بنقدر المجهود المبذول من ايمن اشرف، يمكن الورقه اللي اضافها الكابتن حسام البدري في حته قلب الدفاع عملت الشغل كبير جدا بدايه الدور الثاني، يمكن تفوق فيه على محمد نجيب، وتفوق فيه على رامي، وتفوق فيه على هو رامي مش موجود اصلا. يعني رامي على سعد سمير بتقول عمل طفره بالزبط. في الحاله الدفاعيه بالرغم من كل اللعيبه الثلاثه دول مش موجودين، لكن يعني حجازي مشي، رامي مش موجود، بوجود ايمن مصاب، صراحه حجازي شويه مصاب. انا طبعا بنحيي ايمن اشرف بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه كمان بنحيي السوليه اللي بيتقدم بشكل واضح من خلال ادائه. انا عايز اقول ان السولاي كان موجود في منتخب مصر قبل كده، اتمنى ان كوبر وجهازه يعني يعيدوا النظر مره ثانيه في السولاي. عايز اقول لك ان الدور الثاني حسام طور بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي، اللي احنا وصلنا يمكن معظم محللينا لما بيتكلموا عن النادي الاهلي. لا تعالى نقف عند حته السولاي شويه طالما اتكلمت عنه. يعني السولاي مش عايزين نقول لعيبه بالاسم، لكن السولاي انا شايف ان هو بقى من احسن ديفندرات اللي موجوده في مصر دلوقتي. وعارف كمان ميدو عارف ميدو كمان رضا ان الراجل بتاع الاحمال من خلال اختباراته المقاييس اللي شغال عليها النادي الاهلي بقاله سنتين قدر الراجل ده يتكلم على السوليه، ويمكن كان في بدايه الموسم كابتن حسام شويه يعني، لكن اقنع الكابتن حسام باشراك السوليه من ناحيه الجوانب الدفاعيه، اكتر واحد بيقطع، اكتر واحد بينقذ، اكتر واحد بيغطي، ما شاء الله عليه، اكتر واحد بيتابع بشكل كبير جدا دلوقتي، زود الحاله الهجوميه الناحيه الهجوميه، وبعدين زي ما انت قلت كده الحاله الهجوميه كمان بقى عنده التمرير مؤثر بشكل كبير جدا، بقى راجل بلاي ميكر يقدر يغذي معظم خطوط النادي الاهلي الاماميه. الحاجه الثالثه والمميز فيها يمكن التصويبات المتحركه والثابته، وهو بيجيد يعني من اللعيبه اللي بتجيد تصويبات بشكل جيد، ويقدر ان هو يسجل من خلالها اهداف، ويمكن الهدف الاخير بتاع الداخليه من اجمل الاهداف اللي شفناها يمكن هذا الموسم بالنسبه للسوليه. بالظبط، هدف كان قبليه كره في العارضه نفس الكره بالظبط، لكن الكره الثانيه اللي جابنا الهدف راحت في الجول. يعني عايز اتكلم على الاهلي، بس عايز اخدك في دجله لو عايز تزود شويه على الاهلي، احنا هنرجع نتكلم على الاهلي طبعا بالتفصيل، لكن انت شايف دجله الكلام هيبقى عادي نتكلم عادي؟ ده بنتكلم طيب يعني دجله، عشان طبعا انت في دجله، ف دجله صعبانه عليا قوي بصراحه انا شخصيا، مش دي دجله، مش دي المنظومه، مش ده الفكر الاحترافي لنادي دجله، ولا هو المهندس ماجد اتورط في اللي هو فيه؟ بص، ما نقدرش نقول غير ان انت بيبقى عندك افكار وعندك طموحات بتحاول تحققها، ممكن الفكره دي تبقى فكره ايجابيه وتمشي معاك بشكل مظبوط، وممكن تبقى ليها اضرار. المشكله بقى ان هي لما حصل ضرر ما قدرتش تلم او ما عرفتش تلم، فبتلم في وقت الامور فيه صعبه جدا، اللعيبه حالتها النفسيه هو ما قدرش يلم ولا اتاخر في اللم، ولا هو كراجل احترافي انا على وجهه نظري انا اللم كان متاخر، ان القرار ان نبدا ناخد بالنا نلحق كان متاخر شويه، كان متاخر استنينا عليه شويه، بس هو برضو بيتكلم كفكر احترافي ان هو بدي فرصه كبيره. انا بقول لك هنا القرارات اوقات لو مشيت السكن هو بيكسب، يقول لك ده قراره صح، ده كان مستني، لو حصل حاجه لا قدر الله، لا ده كان قرار فيه مشكله. يعني الفكره كلها انت بتبقى لك وجهه نظر، والوجهه نظر لو مشيت في السكه دي برده صح ودي صح،
يعني لو مشيت في ان انا بصبر على المدرب هتبقى صح. لو فكره ان هو مشي وانا صلحت هتبقى صح برضو. فهنا المقاييس بتختلف والرؤيه بتختلف. هو صبر لاخر وقت، ولكن الفرقه دلوقتي في الافضل شكلا، ولكن النتائج ما بقتش مساعداك. ما في وقت تبقى ماشي كويس قوي ونتائج مش عايز تيجي معاك. ممكن تبقى فتره ماشي ب 50% ونتائج بتساعدك وبتكسب. تمام. فهي في الوقت ده دجله مشكلته ان ما بقاش عارف يكسب. لما بيعمل اداء في شكل اداء مختلف. لكن ال اكسب ازاي دي بقى، دي حته تانية خالص. ما عندكش نوعيه اللعيبه اللي هي تقدر تخلص لك الماتشات الصعبه. ودي العمله نادره في الدوري عموما، دي عمله نادره عندك. ودي الميزات اللي احنا بنتكلم، لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي عنده حل واثنين وثلاثه. لا لا، خلي النادي الاهلي في حته. انا قصدي ان انت دايما تدي مثل ليه هنا وليه مش هنا. ليه في النادي الاهلي وليه مش موجود في كل الانديه. ان اللعيب اللي بيقدر عنده شخصيه ويقدر يفك لك الحاجات الصعبه. انا بتكلم دايما اجيب وليد سليمان. انا دايما وليد سليمان بالنسبه لي هو ده حل اللغز، او ده لاعب الكوره دايما في الماتشات الصعبه والنهائيات موجود. لازم يبقى ليه بصمه، ليه دور. هو ده النوعيه اللي انت دايما كمدرب حلو انت اتكلمت على وليد سليمان، لان انا بحترم في وليد سليمان عقليته. طبعا لعيب ذكي قوي، يعني لعيب اللي ياخد باله من وليد سليمان او يركز معاه لعيب ذكي قوي، بيعرف امتى يبقى وليد سليمان، امتى يبقى وليد سليمان الحقيقي في الماتشات اللي هي محتاجين فيها ان احنا نكسب فعلا. ده بيعمل حاجه غريبه جدا، معلش يعني لازم نتكلم عليها. في الفرقه بتكسب، فانا ممكن وليد سليمان يريح نفسه شويه، الدنيا تبقى بالنسبه له. لكن لما الدنيا النادي الاهلي عايز وليد سليمان، هتلاقي وليد سليمان اول واحد. مش عايز اتكلم يعني، انا مش عايز اتكلم عليه كتير، بس انا بقعد اتفرج عليه جدا. انا بقعد اتابعه. يعني هو وليد عنده ميزه مش موجوده في ناس كتير، اللي هي ايه، في وقت انت تلعب كويس قوي، ولكن في مباريات انت اصلا بتبقى مش في المود بتاعك او مش في حالتك التوب 100%. هو بيبقى 20-30%. هو بيعرف الخطوره بتيجي منين، يجيب لك فاول هنا، يجيب لك فاول هنا، يعمل لك مشكله هنا وهو مش في حالته بالظبط. فدي بتعليه من 20 يوصله ل 70. فعمرك ابدا ما تحس ان وليد سليمان نازل 50%، ما بتشوفهاش. لعيب ذكي ما شاء الله عليه كده. ما شاء الله عليه، ولعيب راجل كمان. طبعا. نرجع لدجله برده تاني قبل ما اروح للكابتن ماهر. يعني شايف ان دجله رايح فين؟ لا، الدجله ان شاء الله هيكمل السنه دي في الدوري، انا اتوقع كده، لان برضو انا شايف المنافسات قليله. يعني ما عندكش حد يخضك، ما عندكش حد يقلقك. الدوري كله قريب جدا من بعضه. النادي الاهلي في مكان وكل الناس تحت في قصه تانية خالص. فالفرق كلها قريبه جدا من بعض، ولكن دجله عندها برضو الشكل الاخير في الفتره الاخيره مريح بالنسبه لي جدا. واللقاء هيبقى مع النادي الاهلي مش هيبقى سهل، اللقاء هيبقى صعب جدا. اكيد كابتن حسام بدري زي ما قال الكابتن ماهر همام، يكسب بكره يبقى كسبان في كل فرق الدوري. هو عايز يعمل، هو بيحطم ارقام، هو بالظبط كده. ولكن دجله الوضع مختلف. انا بحافظ على بقائي في المكان، يعني الطموح هنا مختلف تماما. يعني عايز يكسب، ما عندوش حل تاني، ما عندوش حلول تانية، ومش هيستنى اللي جاي خالص. انت وصلت لمرحله ان انت ما ينفعش تستنى خالص. فالمباراه هتبقى حلوه جدا. عندنا حاجات كتيرة بقى، احنا بنتكلم على دخول بقى كمان شريف اكرامي والحاجات دي، فدي حاجات فرص بقى لشريف ان هو يبقى متواجد بشكل اساسي تاني في النادي الاهلي، ويبقى متواجد بقى له فترة بعيد، ولكن فرصة كويسة جدا بالنسبة لشريف، اتمنى ان هو يقدر يستغلها يعني ان شاء الله في اللقاء. هنرجع تاني للنادي الاهلي، بس عايز اخد رأي كابتن ماهر همام في دجلة برضه. كابتن ماهر شايف دجلة رايح فين؟ وهل يقدر دجله يقعد في الدوري السنه دي؟ دجله عنده 30 نقطه، الطنطا 26 نقطه، والرجاء 26 نقطه، والرجاء النهارده بيلعب النصر فرصه كبيره قوي ان هو يكسب، يبقى 29 نقطه، يبقى فرق بينه وبين دجله نقطه واحده بس. انا شايف ميلو ان دجله اقرب من طنطا بشكل كبير، يعني زي ما قال رضا ان هم يعني في المرحلتين الانتقاليه الاولانيه والثانيه، يعني يمكن مع الاسف بعدت خالص. ويمكن رضا كمان لمح على ان الاحترافيه اللي موجود عليها ماجد سامي، حاول ان هو يعني هو دعم جامد، وقف في ظهر الجهاز الفني، اضاف اضافه كبيره زي ميدو في بدايه الموسم، واخد بالك. ميدو كان عنده فكر انه يلعب بالناشئين، يمكن زادت المرحله بيه، يمكن اكثر من 6-7 مباريات حاجه زي كده، اثرت بشكل كبير على اداء الفريق. بس انا عايز اقول لك حاجه، ميدو هو وادي دجله السنه دي بالذات بعد عن التركيبه اللي بتتكون عليها فرقه الكوره، اذا كانت الخبره ولعب الوسط وبعدين الناشئين وبعدين المرحله بتاعه الافارقه اللي هو كان بيجيد فيها بشكل كبير جدا. اربع مراحل مش موجودين بشكل كبير في تكوين فرقه وادي دجله. حصل تغييرات، حتى الدعم اللي حصل في المرحله الانتقاليه في الشتويه ان ما جابش لعيبه تدعم كمان
يمكن هو دعم بالجهاز الفني طارق العشري بالخبره اللي موجوده في القياده الفنيه، لكن احنا كنا محتاجين الخبره اللي موجوده داخل الملعب من اللاعبين، الاداء في حد ذاته. انا بتكلم عن مهندس ماجد سراج، فانا عايز اقول لك ان هيقول له المدير الفني انا عايز كذا هيجيب. بالظبط، في نقطه هنا لازم نقف عندها ميدو، ان انا مهما كان عندي درايه من القياده الفنيه واخد بالك، وما عنديش القماشه اللي موجوده داخل الملعب اللي انا اتكلمت عليها من خلال الخبره، من خلال لعيب الوسط ومن خلال الناشئين والافارقه اللي موجودين واخد بالك اللي بيقدروا ينفذوا لي الفكر ده. فانت النهارده جبت ما شاء الله تقلتين كبار جدا، ميدو في بدايه الموسم ما وصلش للاهداف اللي كان بيسعى ليها المنظومه وادي دجله من خلال ولايه ميدو، وفي نفس الوقت لما حاولت تحاول انك تلحق المشوار مع طارق العشري يا عيني طارق برضك اتصدم ان القماشه اللي موجوده معاه مش مساعداه بشكل كبير جدا في ان هو عارف يا كابتن هو رايح فين. لكن كان ممكن في المرحله الانتقاليه يقدر طارق العشري ان هو يطعم وماجد سامي يساعده في ان يقدر يجيب له اكتر من 3 4 عناصر كويسين. هو متواجد مستر ماجد متواجد يعني نازل بقى متواجد معاهم يعني طول الوقت هو في تدريبات وحاسس بالحاله اللي هو فيها. طبعا يعني النقطه دي اثرت بشكل كبير، لكن زي ما رضا قال ان هم وصلوا للمرحله خلاص الاداء بقى فيه اداء شكل جيد، المستوى اللي وصل عليه من الناحيه البدنيه التكتيكيه المهاريه موجود عليه وادي دجله، لكن الفرق بين مدرسه وادي دجله والنادي الاهلي زي ما احنا كلنا كده اشدنا قلنا ان هنا في حلول بشكل كبير جدا في كل الخطوط. والنادي الاهلي بعيده عن المقارنات دلوقتي مع الاسف هيبقى مباراه في منتهى الصعوبه على وادي دجله بكره، لان دوافع النادي الاهلي من الجهاز الفني للاعبين ان هم يهمهم ان يكسبوا المباراه بشكل جيد عشان يحققوا انتصارات تحسب ليهم وتحسب لتاريخهم. فانا عايز اقول ان المباراه في منتهى الصعوبه على وادي دجله بكره مع النادي الاهلي. وكمان انا عايز اقول لك انت لو جينا نطبق كلامك اللي هو لازم الفرقه بتاعتي تبقى فيها كذا وفيها كذا وكذا، هقول لك طب ما علي ماهر عنده فرقه حتى اللعيب الكويس باعوه ومش كويس قوي يعني قوي. انا دايما بقول يا كابتن لكن موجود برضك في الاسيوطي، عنده يمكن طلبه في خط الظهر، وعنده الراجل قلب الدفاع اللي هو اللي كان في المنتخب قبل كده بس يمكن ناسي اسمه، عنصرين موجودين اللي في قلب الدفاع كان لاعب منتخب قبل كده. ماشي هجيب لك اساميهم كلهم حرس الحدود يعني انا بس انا بتكلم ان احمد انت عيد؟ لا احمد عيد في وبعدين يمكن محمد رزق في نص الملعب بقى، عنطر لما كان موجود عنده بعدين اتباع واخد بالك، فعنده بعض من العناصر عمر بسام بيتكلم عليه برضه قوه في الهجوم كل دي كل دول ناس. وبعد كده الاضافه الثلاثه الافارقه اللي اضافهم عملوا يمكن طفره معاه بشكل جيد. هو ميدو بيتكلم ان هم تقريبا النوعيه هنا هي هنا انت عندك في نص الملعب. لو انا اقول لك لعيب نص الملعب رضا اقول لك ايه وجهه نظري الفرق في طب هنا وهنا ايه. انا وجهه نظري لازم تيجي ترجع تروح راجع كده بسرعه لعلي ماهر وطارق العشري. قصدك شهاب الدين احمد؟ شهاب ومحمد رزق في الحاله دي لما يبقى عندك نوعيه اللعيبه قريبه جدا من بعض لازم ترجع لكل مدرب. طريقه الكابتن علي ماهر هو بيحب يكسب بيحب يلعب بطريقه هجوميه، بس كابتن طارق العشري بيحب يلعب على الطريقه الدفاعيه ويلعب على الهجمه المرتده، فالفكرين هنا عكس بعض. يعني هي دي الفكره، ده الفرق بين دجله والاسيوطي. شخصيه المدرب هنا بتلعب بطريقه دايما هجوميه وعايز يكسب، وشخصيه المدرب هنا بيلعب على الحاله الدفاعيه بيلعب على الهجمه المرتده. المدرب كابتن ماهر زي ما رضا بيقول المدرب له دور كبير قوي 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 في الموضوع طبعا. يعني المدرب بيخلي فعلا الفسيخ شربات بنسبه عاليه بشكل كبير. يعني كل الناس يقول لك يعني تعالى نجيب اعظم مدرب دلوقتي موجود اللي هو جوارديولا. الناس يقول لك اصل جوارديولا بيروح انديه وبيجيب اللعيبه اللي هو عايزها ومش عارف ايه. طب ما هو جوارديولا هو يعني جوارديولا في البايرن هو نفس الطريقه. يعني لو شلت البايرن حطيته في السيتي حطيته في برشلونه هتلاقي هو شكل جوارديولا، يعني لعب وشكل وستايل وطريقه اداء وحاجه بعيد خالص. ما انت خد بالك ميدو كل المستويات جوارديولا مش بيغير فرقه، ده بيغير دوله. بالظبط ايه بيغير دوله؟ بالزبط. شكل الدوري الالماني والدوري الانجليزي بيتغير. عايز اقول لك الانجليزي الراجل بقى بحضره من بيتغير. يعني ميدو ان برضك شكل الفرق رضا قربت من بعض قوي، بيغير دوله يعني الفرق كلها اللي في الدوري الممتاز قربوا من بعض قوي، خد بالك بقى في منافسه قويه. بالظبط فانت النهارده انت النهارده بقى شبه بعض، فانت النهارده ما تقدرش تقول ان انا وادي دجله اقدر اكسب الاسيوطي، اقدر اكسب النصر، اقدر اكسب طنطا،
بقت يعني الامور. بس اللمسه يا كابتن ماهر هي بقى هي بتيجي بتلاقيها نادره بتيجي أوي. بتيجي الجرأه من المدير الفني لما الامور تبقى ماشيه كمان. خد بالك بتبان بقى هنا الجرأه والخبرات بتيجي وكل حاجه بتيجي. لكن انت في الاول وانا متعسر وانا الامور صعبه بالنسبه لي عايز احافظ على قد ما اقدر بشكل كبير عشان اقدر انقل الفرقه يبقى في مرحله انتقاليه. لكن عايز اقول لك ان ساعات مع خبرات طارق العشري الامور ما بتساعدش بشكل جاد لانك انت ما عندكش حلول. طول ما انت ما عندكش حلول في الحته الاخيره ميدو عنصر او اتنين بتبقى انت زي اللي متكتف بلغه الكوره مش قادر تفرد ايدك مش قادر تفرد اسلوبك مش قادر تفرد استراتيجيتك. فانا عايز اقول ان طارق اتحط برضك في موقف في منتهى الصعوبه. نتمنى انه يقدر ان شاء الله المباراتين الباقيين ان هو يطلع بوادي دجله بشكل جيد لان يهمنا وادي دجله وجوده برضك في الدوري الممتاز. اكيد وجوده مهم جدا مؤسسه فعلا. كبيره احترافيه بشكل كبير اكيد يعني وجود دجله فعلا مهم جدا في الدوري الممتاز زي ما قال الكابتن ناري زي ما قال الكابتن رضا شحاته مؤسسه كبيره جدا ما ينفعش تنزل الدرجه الاولى. الكابتن حسام بدري بكره زي ما قال الكابتن ماهر همام وزي ما محضر كريم ابو حسين ومحمود سعيد قالوا لنا في التقرير بتاعتهم ان الاهلي بكره ان شاء الله مكسبه بدجله يبقى كده كسب كل الدوري العام او كل فرق الدوري العام. نروح لفاصل وهنرجع نتكلم عن دور الكابتن حسام بدري مع النادي الاهلي واللعيبه اللي جابها واللعيبه اللي كان عليها انتقادات وفي الاخر الكابتن حسام بدري هو اللي بيكون صح. هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني شفنا التقرير عن لقاء الاهلي ودجله وشفنا اتكلمنا قبل الفاصل عن الكابتن حسام بدري وما قدمه مع النادي الاهلي وكابتن ماهر همام كان اتكلم برضو عن ما قدمه الكابتن حسام بدري خلال العامين السابقين وقلنا ان الكابتن حسام بدري دايما بيختار لعيبه ودايما بيبقى فيه انتقادات ودايما في الاخر بيقولوا الكابتن حسام بدري هو اللي صح. ايه رايك؟ انا كلام حسام بدري عايز حلقه يعني عايز تتكلم على هتكلم بقى بسرعه لان لما نرجع بقى شويه كده من قبل كابتن حسام ما يمسك الفرقه تمام كان في مشاكل في نادي الاهلي في خساره الدوري في مشاكل كتيره جدا في حاجات كتير مسك في توقيت صعب جدا في ظل كمان السنتين اللي فاتوا كان في انتقادات شديده جدا كمان من جمهور نادي الاهلي يعني مش من حد كمان حتى من خارجي لا من الجمهور. فكانت الموضوع بيبقى صعب على المدرب لما يبقى جمهورك انت اللي بينتقدك شويه بيبقى الموضوع صعب تمام ولكن تمام. ان هو يقدر يلم ده ويقدر يحط ده ورا ظهره وينفذ الرؤيه اللي هو شايفها واللعيبه اللي هو شايفها من وجهه نظره اللي هي تبقى تصلح تلعب في نادي الاهلي وانه يطلع بالكيمياء دي لحد النهارده بالشكل اللي انا شايفينه فانا شايف ان ده نجاح قوي جدا في من مدرب مصري. يعني ممكن استحمل اجنبي انا ما استحملش مدرب مصري دايما في الانديه الكبيره احنا ملناش عزيز قوي في المصريين يعني بندوس عليهم بسرعه. فان انت كمدرب مصري تقدر ماسك اكبر فرقه في مصر وتحقق بيها النجاحات اللي احنا شايفينها والارقام اللي احنا شايفينها ويقدر يعمل في نادي الاهلي. انا بقولش النادي الاهلي مش فرقه واحده النادي الاهلي فيه 3 4 فرق لما تيجي تشيل اي حد تدخل واحد ان شاء الله ما شاء الله كان ليه دور كبير قوي كابتن حسام بدري فهو ليه دور مهم جدا ما نقدرش نقول ان هو ملوش دور. يمكن شويه كنا بننتقد حته ان هو ليه مش بيشارك ده طب ليه ده بيتاخر في الاخر بعد ده كل الانتقادات دي كلها هو قدر يقول لنا يعني معلش يا جماعه انتوا بس خليكم كده على جنب وانا ايه انا شايف الاصلح للنادي الاهلي وهو اللي عنده حق في في التشكيل وعنده حق في اللي بيعمله في النادي الاهلي واللعيبه بدليل النتائج ما حدش يقدر يختلف ولا حد يقدر يقول عليه اي كلمه ان هو ليه رؤيه وينفذها بشكل هايل وليه طموح للنادي الاهلي نفذه وانا بشكره على الفتره اللي فاتت دي في النادي الاهلي واتمنى كمان المزيد في الفتره اللي جايه من نجاح لنجاح يعني ان شاء الله. اكيد يعني زي ما قال رضا نضيف بس يعني كابتن حسام بدري كان السنه اللي فاتت بطوله كاس افريقيا بس واحنا حضراتكم كلنا مع بعض شفنا كاس افريقيا شفنا مباراه الاهلي والوداد اللي كانت في الوداد وشفنا قد ايه الحكم. وانا قلت لو تفتكر انا قلت الاهلي خسر البطوله الافريقيه بفعل فاعل وانا ما بعلقش اي اخطاء على شماعه التحكيم لكن انا دايما بقول في الحقائق او دايما بتكلم في الوش لا كان بفعل فاعل وكان من اول بطوله باين قوي ان فيه التحكيم راح في حته تانية خالص وكنا دايما بنقول يا جماعه اتحاد افريقيا مش عايزين حاجه ادونا حقنا يا جماعه في ظلم مبين في ظلم واضح في حكام جايه خاصه النادي الاهلي ما كانش حد بيصدق او كنا بنصدق لكن ما كانش فيه حاجه في ايدينا. فاتمنى اتمنى اتمنى ان شاء الله من الاتحاد الافريقي ان هو يراعي ان الاهلي خسر البطوله باخطاء تحكيميه ان شاء الله ما تتكررش يا كابتن ماهر.
بالظبط كده ميدو. وكمان عايز اضيف يمكن كلام رضا في بدايه توليد حسام البدري اخفاقه مع المنتخب الاولمبي قعد اداله فتره يشاهد فيها النادي الاهلي بشكل كبير ويدرس لعيبه النادي الاهلي ساعدته بشكل كبير. لما النادي الاهلي مجلس اداره فكر في ابن ابناء النادي الاهلي بعد اخفاق الاجانب فكروا في حسام البدري للولايه الثانيه ليه. ما تنساش ان حسام 7 سنين مع مانو جوزيه ساعدته بشكل كبير يعني واخد بالك في الشخصيه وفي الاداء والتركيز والفكر والاستراتيجيه وتغيير اللاعبين وخطط اللعب وكل الحاجات دي ساعد حسام. لما تولى حسام زي ما قال رضا بقى شخصيه المدرب بقى ان انا مش حافظ لا بقى عندي خطوط عريضه لكن بفكر انا بمرونتي انا. حسام اختار الاستراتيجيه المناسبه عنده 29 لعيب من افضل 29 لاعبين الموجودين في العالم العربي والعالم الافريقي اختار طريقه لعب 4-2-3-1 دي طريقه المثاليه لتركيبه هؤلاء اللاعبين والقماشه اللي موجوده معاه اختار ينفذوا ازاي الطرق الدفاعيه من خلال هذه الطريقه ينفذ ازاي الطرق الهجوميه من خلال هذه الطريقه شخصيه المدرب فرضها على اللاعبين اللي موجودين عنده شخصيه اللعيبه فرضت نفسها على ادائها من خلال المباراه اللي شفناها بطوله الدوري العام كاس مصر افريقيا من خلال النقطه المهمه جدا في الجزئيه دي فنيا يا ميدو انه حسام قدر يعمل نوع من التطوير في الدور الثاني زي ما احنا شفنا النادي الاهلي بقى عنده الوان تاتش حتى احنا يمكن في 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 بعض المباريات اللي بنحلل النادي الاهلي قلنا النادي الاهلي رايح للعالميه النادي الاهلي بيأدي اداء قريب جدا من كره اوروبيه قريب جدا من اداء برشلونه وشكل ريال مدريد. النادي الاهلي بحسام البدري قدر ان الدور الثاني يأدي اداء في التمرير بلغة الكرة الحديثة التمرير اللي بيعمل الشغل التمرير الباص الاستلام الاستحواذ النقلات اللي فيها أكتر من 15-16 نقلة وبعدين تبان الثغرة ودي الذكاء لعيبة النادي الأهلي في الحتة التهديفية الذكاء والكثافة العددية اللي النادي الأهلي فرضها في أسلوب الدوري العام إن هو بيدور على الثغرة اللي يقدر يخش بينها رضا من العمق من الأطراف من المهارة الفردية من الوان تو من الوان تو ثري كل دي جمل قدر حسام البدري يستغل مهارة اللاعبين ويبدأ ان هو يعملها في الشكل التدريبي أدت لهذا الشكل اللي احنا بنشوف عليه النادي الأهلي هذا العام. تمام عايز أعيش معاه برضو الناس اللي بتتابعنا. النصر متقدم على الرجاء بهدفين مقابل هدف لكن أعتقد ان مش هتبقى دي النتيجة النهائية المباراة لسه في الدقيقة 36 وثلاث أهداف في الدقيقة 36. عايز اقول لك كمان اللي بيعمله النادي الاهلي مع كابتن حسام البدري والانتصارات والشكل اللي احنا بنشوفه ده من غير جماهير والجماهير بتدي باور يا جماعه يحسوا قوي لعيب الكوره ويحسوا قوي المدرب الفرقه بتكون عايزه تفوق اللي بيفوقهم الجماهير بتعمل حاجه مع اللعيبه استحاله اي حد او اي مدرب يعملها بتعمل حاله للعيب ان هو يطلع اقصى ما عنده حتى لو هو ميت لو بيقوم كده وبسبرنتات وموت وخصوصا لعيبه النادي الاهلي او خصوصا الانديه الشعبيه فان انت تعمل كل الانجازات دي وكل الارقام دي في حاله عدم وجود الجماهير فده شيء اعتقد ان هو رائع. طبعا احنا كمان في نقطه احنا نسيت برضو علق عليها انت النهارده بتتكلم صعبه جدا في مجال الكوره ان يبقى عندك نجم او اتنين وتقدر تسيطر عليه في مصر بالاخص فما بالك النادي الاهلي بتتكلم في 30 نجم لا يعني بيبو جاب لنا الجماهير على طول اهو في 30 عندك 30 نجم في النادي الاهلي انت كمدرب ازاي تقدر تسيطر على المجموعه دي وازاي ما تطلعش مشكله بالظبط فخلي بالك ان الموضوع صعب جدا استاذ عبد الحفيظ كابتن ايوب سيد معوض الجهاز انا برضو مش عايزين ننسى دور المجموعه دي لان المجموعه دي دورها مهمه جدا في ان ازاي تلم اللعيبه دي وازاي المشاكل ما بتظهرش. بص يا ميدو خلينا واقعيين مفيش حاجه مفيش فرقه مفيش مشاكل طبعا ولكن انت ازاي بتحل المشكله وازاي المشكله ده ما بتظهرش طبعا ازاي تحلها بدري وبسرعه فده سمه من سمات النادي الاهلي طبعا طبعا ما انا بقول لك ان برضه لازم نركز فيها نتكلم فيها ان النقطه دي مهمه وتحسب للجهاز الفني طبعا الاداره الموضوع الحزم ده والخصومات والحاجات دي ده النادي الاهلي طول عمره ما بيهزرش فيها فده احنا متاكدين منه وحافظينه انت بقى كمدرب ازاي ما تطلعش مشكله بينك وبين اللعيب ولا بينه وبين حد من زمايله او مع حد المشاكل مش موجوده انا ما حسيتش ان في مشكله من فتره طويله واحترامنا للجميع هو السيستم بتاع النادي الاهلي بيفرض على الاشخاص اللي بيشتغلوا فيه الشكل ده
بالظبط. بس مهما كان الفكره وتخيل بقى من ابناء النادي الاهلي، فابناء النادي الاهلي شاردين القصه دي بالظبط. فاللي بيدخل بيدخل زمان قلت لك في البدايه ان اللي بيدخل حتى في الاكاديميه في النادي الاهلي بيدخل بيقول لك انا بقيت في النادي الاهلي فلازم اكسب. الفكر بيتغير، فما بالك بقى كله من النادي الاهلي. اي لاعب بيدخل بيدخل على نظام معين. انا قصدي ان بنركز في حته برضو من جنب من الجانب الفني للمدرب، الدور المهم عنده ان ازاي بيلم اللعيبه وازاي النهارده ما يطلعش منهم مشكله او يحصل حاجه مشدده. اللي بنشوفها في الانديه الاخرى يا كابتن، اللي هو الاثنين بيحتكوا في الملعب فممكن يشوفوا مع بعض. انت ازاي لمم ده كله؟ فدي حاجات برضو من الحاجات الايجابيه للجهاز الفني في النادي الاهلي. تمام. يعني عايز اقول لكم ان نتيجه الدور الاول كانت 1-1، احرز عبد الله السعيد من ضربه جزاء، واحرز احمد الشناوي، كان هدف عالمي لدجله في النادي الاهلي. انتهى اللقاء بهدف مقابل هدف هدافه او هدافه الفريقين، اللاعب وليد ازار من النادي الاهلي ب 17 هدف، واللاعب عمر السعيد 13 هدف. دي 13 هدف باهدافه في الانتاج، صح كده؟ اه، دي اهداف الدور الاول. ده كان عبد الله السعيد، وهنشوف هدف الشناوي. كان هدف بصراحه يعني كان هدف جميل قوي قوي قوي. هو فينا بس يعني لازم نقول الحق بصراحه. يعني كابتن ماهر، شكل دجله بكره يبقى عامل ازاي؟ بلاش شكل الاهلي عشان احنا عارفين الاهلي وستايله واهدافه وطموحاته ودوافعه وكل حاجه. والكابتن حسام بدري يعني ما عنده، قبل ما ادخل في دجله كويس ان انا يعني افتكرت السؤال ده، الكابتن حسام بدري بيجيب دوافع منين؟ ودي اصعب حاجه، اصعب حاجه في فريق بطل طبعا بيكسب على طول، بيكسب كل مباراه، بيكسب بطولات، ايجاد الدوافع يا كابتن ماهر صعب ولا سهل بالنسبه لمدرب مع فريق بطوله؟ دي الخبرات بقى اللي هو استفادها من مانو جوزيه. يعني يمكن رضا نرجع نسترجع كده مانو جوزيه، ان كان مانو جوزيه عنده كل ما وراه بدافع وبشكله بسيناريو بيقدر يعمله ويقدر يوضبه ويبدا يضيفه للاعبين. وده ذكاء من المدرب، يعني يفضل طول عمره ان هو كل مباراه بيبقى ليها دوافع وليها شكل وليها اداء، حتى لو مش موجود هو بيخلقه. تمام. فالنهارده حسام البدري بيعمل الكلام ده. تمام. النهارده حسام البدري يهمه بكره زي ما احنا قلنا من خلال دوافع النادي الاهلي، انك انت بكره لو كسبت وادي دجله هتبقى انت الفرقه الوحيده اللي كسبت كل الفرق دي في الدوري. دجله بقى، دجله كابتن طارق، دجله يعني دخلني في دماغي كابتن طارق العاشري بخبرات الكابتن. دجله الله يكون في عونه طارق العاشري. صعبه جدا الامور بالنسبه له، يعني لو صعب ولا سهل؟ لا صعبه جدا. طب مش ممكن هو يسهل الموضوع على نفسه ويقول للعيبه زي ما قال علي ماهر كده، اللعيبه احنا كده كده ميتين؟ لو كان الخصم قريب منه، لو كان الخصم قريب شبهه، واخد بالك انت، بنفسه من خلال المكان، خلال المركز، قريب منه من النقط، قريب منه من المستوى. لكن انت النهارده بتقابل خصم قوة ضاربة، بتقابل تقيلة بلغة الكورة وعنده دوافع زيك. انت النهاردة عايز تتنقل للنقطة 31، يعني عايز مباراة درون او اكسب ل 33، فانت عندك دوافع كطارق عشري. لكن مع الاسف دوافعك مش هتساعدك في 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 في, في, في مقابلتك للنادي الاهلي. طب تفتكر هيفكر ازاي في المباراة؟ هو طارق طبعا هيفكر ان هو راجل بيعمل شغله، يعني الشغل في حاجتين. الحاجة الاولانية ازاي احافظ على جولي، ازاي احافظ على الجانب الدفاعي بالنسبة لي، ازاي بيجيش فيا عشان اقدر اخد ثقة، اقدر ابادل النادي الاهلي من خلال الشق الثاني اللي هو الشق الهجومي. تمام. فالنمره واحد ان في حاله النادي الاهلي في نص ملعب وادي دجله، وادي دجله هيدافع بكل خطوطه، هيبقى عنده زياده عدديه في نص ملعبه، ازاي هيحافظ على مرمان ميجيش فيه. النقطه الثانيه ان هو يحاول يراقب مفاتيح النادي الاهلي اللي هي بمنتهى الصعوبه. يعني احنا كل مره بنقول ان كل الفرق دي اللي هيكون في عونها هيراقب مين ولا مين ولا مين ولا مين، لكن طارق هيعمل شغله اللي هو متعود عليه، اللي هو الطبيعي بالنسبه له، ان انا هراقب مفاتيح لعب النادي الاهلي، ان انا احاول اضيق مساحات النادي الاهلي، ان انا احاول امنع مهاجمي النادي الاهلي ان هم يخشوا 18 او يشوفوا المرمى بالنسبه لي. النقطه الثانيه بقى الاصعب، انك انت ازاي تنقل من الجانب الدفاعي ده للجانب الهجومي. هي دي في منتهى الصعوبه بقى. انك انت ازاي تروح نص ملعب النادي الاهلي ويبقى عندك من الكونتر اتاك او من جمل التكتيكيه او التمرير او الشغل التكتيكي لا اقدر انول فيه النادي الاهلي. ده بيبقى خطوط عريضه يا كابتن ميدو. تمام. بتمثل كرات ثابته، اذا كان كره ثابته من كورنر اقدر استغلها، فاول جانبي اقدر استغله، فاول من بره 18 اقدر استغله.
لو عندي بقى المهارة والتكتيك من خلال لعبتي في الحالة الفردية واحد ضد واحد، ازاي اقدر افوت، ازاي اقدر مدافع النادي الاهلي من العمق، ازاي استغل المساحات اللي ورا النادي الاهلي لما يكون النادي الاهلي قريب مني في نص ملعبي وبيهاجم عليا، ازاي ان انا اقطع واستحوذ بسرعه واقدر العب الكونتر اتاك او الكرات السريعه اللي هي خلف ظهر النادي الاهلي اللي اقدر انول من خلالها. دي كل الحاجات اللي ممكن يعتمد عليها الكابتن طارق، بس مع الاسف على استحياء. يعني الكلام ده كله احنا بنقوله كده واحنا قاعدين في البرنامج بشكل جميل، لكن في الملعب هتلاقيه في منتهى الصعوبه على كابتن طارق العش بكره. تمام رضا، قول لي برضو يعني لو انت ليك وجهه نظر مختلفه عن الكابتن ماهر في كيفيه تعامل الكابتن طارق العاشر غدا مع النادي الاهلي في المباراه اللي بالنسبه له حياه او موت. هعلق بس الاول على النادي الاهلي في نقطه وهرجع لسؤالك. ماشي، احنا بنتكلم على دوافع النادي الاهلي اللي هي الدوافع اللي احنا بنتكلم عليها هي ان انا دي بس بالك عشان انت صاحبي بس. ماشي معلش. احنا بنتكلم على دوافع النادي الاهلي ان هو عايز يحقق ارقام على تمام. فكره انا وجهه نظري مش دي دوافع النادي الاهلي خالص. تمام، قول لي الدوافع. ولا عمر النادي الاهلي بيفكر في الجزئيه دي كحافز كحاجه منفرده. دايما في النادي الاهلي وده هقول لك ليه، لان دايما في النادي الاهلي المشكله عندهم في المنافسه والمكان، كل واحد خايف على مكانه جدا. كل واحد من ساعه ما بدات اشجع النادي الاهلي كل واحد موجود في مكانه خايف عليه جدا طبعا. فبيحافظ عليه التمرين مجزره. الله ينور، انا كنت هاجي لك النقطه دي. فهنا الحافز اصلا اوتوماتيك موجود، روح اتفرج على التمرين في النادي الاهلي في اي وقت مجزرة. من ساعه ما اتفرجنا مجزرة. مفيش، ما بنهزرش، الاثنين بيخرجوا مع بعض وموتين بعض في التمرين. فالحافز هنا مكاني انا النهارده بلعب. ده حوافز فرديه، ده حوافز فرديه ما هي بتجيب الجماعيه، بتجيب الجماعيه غصب عنك اوتوماتيك بتجيب جماعيه. فهنا الحافز اصلا في النادي الاهلي. انت النهارده بنتكلم على حسام عاشور كابتن النادي الاهلي وحقق ارقام واخد كل حاجه، خلي حسام عاشور يقل مستوى هيقعد يطلع بره بالظبط. مفيش، هي دي بقى انا خايف على مكاني، انا خايف على مكاني. فهنا الحوافز اوتوماتيك موجوده في النادي الاهلي، سواء بنلعب في مباراه وديه، بنلعب في تمرين، الدوافع ده كده كده موجود. تمام، نروح دجله بقى. يلا دجله، هو كابتن طارق هيلعب على الحاله الدفاعيه وهيلعب على الهجمه المرتده. لو انا ما عنديش مع النادي الاهلي ده اكيد ما هي طرق وبتبقى يعني هو ده سياسته. من انا بدات اشوف كابتن طارق كان هو دايما عنده السياسه، دايما كان عنده الحته دي. الفكره كلها بقى انت عشان تلعب النادي الاهلي لازم ثقافتك هنا تتغير. يعني ايه تتغير؟ لو انا ما عنديش حل واثنين وثلاثه في الحاله الدفاعيه وانا واطلع ازاي بنقل الهجمه؟ طب لو النادي الاهلي قافل العمق هعمل ايه؟ لازم العب من على الاطراف. طب لو قافل الاطراف يعني حلولك ايه؟ لو انت ما عندكش حلول كتير هتبقى مشكله. بالظبط، مش هتعرف كبيرة. مش هتعرف. حتى الهدف لو احنا بنتكلم في نتيجه 1-1 الهدف ده لو عادوا 50 مره مش هيجي كده. بالظبط، لان هو شات من بعيد جدا ورايحه في مكان غريب جدا. فهنا بقول لك ان ما كانتش جمله في الكو في كان الهدف حل ده فردي، كان حل فردي قرار فردي وراحت معاه يعني بشكل حلو جدا وهدف عالمي. ولكن في مع النادي الاهلي في التوقيت ده لازم ازاي هخترق دفاع النادي الاهلي، ازاي هوصل، ازاي هعدي نص الملعب. انت عندك النادي الاهلي هنا في مشكله للفرق كلها، انا هعدي نص الملعب ده ازاي؟ بتالق السوليه زي ما احنا بنتكلم، السوليه النهارده واحنا بنتكلم انا بدور على ديفندر هنا في مصر، كل معظم الديفندرات في مصر يا بيقطع بس يا دايما كورته الجول ده الجول اللي ده الهدف. يعني حل فردي دي بحت يعني ما فيهوش مش جمله تصويبه كمل. فهنا الحاله اللي احنا بنتكلم فيها كابتن طارق، لو انت ما عندكش حل واثنين وثلاثه في الحتت الهجوميه دي وازاي بتنقل من هنا هيبقى عندك مشكله. كنت بكمل كلامي على السوليه هنا، احنا معظم الديفندرات في مصر يا اما ديفندر بيقطع كويس بس كورته ما بتطلعش سليمه، يا اما كورته سليمه وعنده الحته التفاعل قليله شويه، قليل قوي نادرا لما يجي لك حد عنده الاثنين. بالظبط، والسوليه عنده حته التمرير هايل، عنده حته التهديف بقى بيزيد بشكل طور، هو بدا يطمع طور يعني هو حس ان هو يقدر فبدا ياخد الشكل ده وبيقطع كويس قوي. انا يهمني في اللعيب اللي ستايل، يعني ليه بقول له حسام غالي استنى شويه؟ لان حسام غالي عامل لنفسه حالة. حته كده مختلف، السوليه رايح في الحته دي، يعني عمرو السوليه رايح في المكان ده، رايح في الجزئيه دي، والتطور اللي موجود عليه في الفتره الاخيره بيقول ان هو هيبقى لعيب تقيل في الجزئيه دي، لان هو رايح في سكه ان هو ليه شكل مش زيه زي اي حد. ومهمه جدا في مجال الكوره ان انت تبقى مختلف في طريقتك، في اسلوبك، في شخصيتك، في حاجات كتيره قوي كده مهمه جدا للعيب. تمام، يعني الوقت بتاعنا خلص كابتن ماهر، انا بشكرك. ربنا يخليك يا حبيبي، شكرا ليك، الله يكرمك يا حبيبي. شكرا رضا كابتن مصر، حبيبي يا كابتن ميدو، يعني انا مبسوط قوي طبعا بيك وكابتن ماهر. ربنا يخليك يا رضا، سعيد بيك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. ربنا يخليك ونورتوني وشرفتوني. يعني دايما بقول ان الوقت بيخلص معاكم بسرعه، عايزين نقول تاني وتالت والمره المليون
باسم قناة الأهلي وباسم جميع النادي الأهلي ألف سلامة على الشناوي نجم الزمالك ونجم منتخب مصر، إن شاء الله ترجع سالم وإن شاء الله تروح كأس العالم مع مصر مرات عديدة بإذن الله. كمان نجمنا والأسطورة، الأسطورة الكروية المصرية والعربية والأفريقية، الكابتن الكبير محمود الخطيب من محبي الكرة عموما قبل محبي النادي الأهلي، إن شاء الله ترجع بالسلامة لبيتك مصر ولبيتك ووطنك كمان النادي الأهلي. دايما بتشرفوني وبتنوروني، وكل التوفيق النادي الأهلي في كل حاجة بيعملها، ومع ألف سلامة.